السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في اليوم العلمي السنوي لكلية الطب البشري، انطلاقا مما توليه الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية من اهتمامها الكبير للأنشطة التعليمية التي تعدها من أولى أولوياتها، انطلاقا من أهدافها الرئيسية التي تطمح من خلالها إلى تحقيق رسالتها العلمية في نشر المعرفة إلى جانب التدريس وخدمة المجتمع. فقد شرعت كلية الطب البشري لعقد يومها العلمي السنوي تحت شعار كلنا معا لمقاومة جائحة كورونا، والذي يهدف إلى توعية المجتمع على مخاطر فيروس كورونا وأيضا توعية على أهمية التطعيم ضد الفيروس. فلنبدأ مع أول فقراتنا اليوم، ونترككم مع كلمة افتتاحية لهذا اليوم مع عميد كلية الطب البشري الأستاذ الدكتور جماد الطلحي، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور جمال علي طهي، عميد كلية الطب بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية. نرحب بكم في اليوم العلمي للكلية تحت شعار معا لمكافحة جائحة كورونا. هذه الجائحة التي أصابت العالم ولا يزال الأمر مستمر، رأينا أن يكون اليوم العلمي يخص هذه الجائحة حتى نسلط الضوء عليها للفائدة. نتمنى لكم أن تقضوا يوما مفيدا ممتعا لهذا اليوم، والذي سيكون على صفحات اليوتيوب وعلى صفحة الجامعة، سواء كان فيسبوك أو صفحة رسمية للجامعة. يوم سعيد ممتع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتورة أمينة الصيد، استشاري طب مجتمع. اليوم حنحكوا على علم الأوبئة، الإبيدمولوجي. الإبيدمولوجي كلمة لاتينية، علم الأوبئة، هي تتكون من ثلاث كلمات: الإبي اللي هي عن، الديمو اللي هي البيبل، والأولوجي اللي هو ستادي أو دراسة. لو نحكو على العلماء اللي هم الرواد العلماء في الإبيدمولوجي، اللي هو نبدأ من أبو قراط، اللي هو قال حدت علاقة بين البيئة والسلوك والصحة في المجتمع. الجول الثاني اللي هو جون جرانت، هذوما أنا نحكي عليه اللي هم الرواد بتاع الخاصين بالإبيدمولوجي أو علم الأوبئة. هذا جون جرانت يعتبر هو من أول من دار الإحصائيات في الوفيات، ودار العدد متاع الولادات وشنو العدد اللي هو في الأمراض. نجول الويليام فار، هذا يعتبر هو اللي هو أول من دار الستاتيستكس اللي هن الإحصائيات في علم الأوبئة. المهم واللي هو نعتبره فيه الفاذر of epidemiology أو الأب الروحي لعلم الأوبئة اللي هو جون سنو. في 1854 جون سنو هذا أول من دار الخريطة المعروفة اللي هي الماب سبوت أو النقطية، اللي هي عرفتنا وين الوباء في مكان معين. فكانت عند القصة هذه إنه كان في وباء الكوليرا موجود في بريطانيا في منطقة معينة في لندن، كان فيها منتشر الوباء هذا، وكان هو كل ما يجي حالة يعدي يشوف الحوش متاعها أو المنزل من وين. فلما دار النقط على المنازل هذينا كان لقى منطقة معينة فيها الحالات هذينا، قاعد يفكر شنو السبب، يعني شنو الحاجة اللي هم تجمع هالناس هذوما اللي هم عندهم الوباء. لقى إن المصدر اللي هو أو حاجة اللي تجمعهم إن هي في شيشمة أو صنبور موجود يغدي في المنطقة هذه كلها.
فكان ايش قال انه ممكن يكون السبب هذا في البكتيريا موجوده في المياه، وخاصه الكوليرا تسبب في اسهال وترجيح. وبعدها حدد السمبور هذا او الشيشمه هذاهي، وعطبها ان حوض اليد نتاعها باش ما عاد حد يستخدمها. وبعدها بانت ان بدا ينقصن الحالات، وعرفنا ان السبب كان المصدر هو الشيشمه هذاهي. هذه الخريطه المعروفه بها في العالم في الإبيدمولوجي او في علم الاوبئه لجونسون. لما نجوا للتعريف، تعريفات كثيره للعلم الاوبئه، لكن اخر تعريف كان من لاست في 1988. شنو يقول علم الاوبئه؟ يقول هو ايش؟ هو الدراسه لها علاقه او نعرف بها التكرار والتوزيع والديتيرمنت، العوامل اللي اثر في اي حاجه او اي ايفنت او اي مرض في منطقة معينة في مجتمع معين، وبالتالي ليش نحن نعرفوا فيها التكرار والتوزيع، باش على الأقل نقدروا نحن نسيطروا على المرض هذا. الثلاث الكومبيننت أو الثلاث حاجات اللي هن مركزين عليهم في التعريف متاع الإبيدمولوجي، أول حاجة الفريكوينسي أو التكرار، نعرفوا بالمعدلات كيف ما نحن في كورونا توا نعرفوا معدل الوفيات، معدل الحالات الإصابة، معدل الانتشار وهكذا. الديستريبيوشن أو التوزيع، نعرفوا أي وقت، في أي جاء، في شتاء، في الصيف، في بداية الأسبوع، في نهاية الأسبوع، المكان، أي مكان اللي يصاب فيه الحالات هذين أو الوباء. الوباء يعتبر كل شيء، حتى اللي هو التسمم الغذائي وباء، الأكسيدنت، الحوادث وباء، كل هذين نعتبر فيه في علم الأوبيا هذين وباء. الحاجة الأخرى، من الأشخاص اللي يصاب؟ هل هم أعمارهم الصغيرة؟ هل هم أعمارهم الكبيرة؟ هل هم في نص العمر؟ هل كل الأعمار ممكن يصاب بالوباء هذا؟ الديتيرمنت اللي هن شنو الأسباب وشنو عوامل الخطر لهالوباء. نجول لبعض حتى التعريفات اللي هم كيف أنتم عارفين توا الجائحة اللي هي الكورونا. عندنا حاجة اسمها الإبيديميك أو الوباء. الوباء هو تعريف أن زيادة في عدد الحالات غير متوقعة في منطقة معينة في وقت معين، هذه نعتبر فيها اللي هي إبيديميك، مكان معين ومسيطر عليه وعارفين شنو فيه. إذا كان الحالات هذين انتشرا لكل العالم نسموها بانديميك أو الجائحة. الأوبئة اللي صارت في العالم وكان من فترات طويلة، نحن مش هنقدر نحكو عليهم كلهم، لكن على الأقل نقوله من القرن التاسع عشر، كان علمتنا ثلاث مفاهيم. أول حاجة اللي هو الكوارنتين اللي هو الحجر الصحي، الحاجة الأخرى اللي هو العزل الصحي والتعقيم، هذين تعلمناهم بعد الأوبئة الكبيرة. لو نجو في 150 سنة، أكثر أوبئة صارت، يعني كيف توا يقول لك كورونا، الكورونا هذا هي وباء غريب، هذا هي كيف شن صاير، آخر العالم، يعني في أوبئة صايرة من قبل وكانوا ما يعرفوهاش، ومع الوقت عرفوا عليها وسيطروا عليها، وإن شاء الله حتى نحن بالنسبة الكوفيد 19. خمس بانديميك صارن بس في الإنفلونزا، غير الإنفلونزا أو البرد البسيط اللي يصير كل شتاء. في الراشن فلو اللي هي الروسية، هذه في 1889 قتلت حوالي 1 مليون شخص في العالم. عندنا الأسبانية المشهورة اللي هي 1918 اللي هي H1N1، هذه حتى هي تو نحكي عليها بالتفاصيل. الآشيان فلو اللي هي الأسيوية، كانت أكثر من 500 مليون أصيب بها وحوالي 4 مليون حالات وفيات. نفسها الهونغ كونغ فلو، حتى هي نفس العدد، كانت في 68-69. بعدها وكلكم أكيد تو تتذكروها اللي هي إنفلونزا الخنازير اللي هي في 2009 السوان فلو بانديما، غير الكوليرا اللي هي منذ زمن وهي موجودة. عندنا سابع مرة من الجائحة السابعة للكرة، كانت من 61 إلى 75. غير الإيدز اللي هو من الثمانينات لعند توا قاعد معانا، 75 مليون تقريبا أصيب في العالم، بمعدل 1.7 مليون كل سنة يصاب به إيدز، نعتبره فيه حتى هو جائحة. نجول للأسبانية، الأسبانية هذاهي كانت أسوأ بانديميك أو أسوأ جائحة في العالم، كانت في 1918، يعني من 100 سنة بالضبط، اللي هي الكوفيد جاء 1919، كان في الحرب العالمية الأولى،
وحوالي 500 مليون حالة أصيب بها في العالم، من 50 إلى 100 مليون حالات وفاة، يعني كانت أسوأ جائحة. كان في الوقت هذاك ما فيش لا أنتي بيوتك لا في مضادات حيوية ولا للفيروس، ولا كان في تطعيم، وكان أصلاً ما فيش حتى WHO اللي هي تعلن عليه الوباء. في خلال سنتين تقريباً 3 إلى 4 موجات، 33 في العالم من العالم أصيب بها الجائحة. سنتين انتهت بروحها، ما كانش في أي شيء، لا علاج ولا تطعيم ولا أي شيء، بروحها بعدها سنتين انتهت. ممكن يقولوا أن نتيجة طفرات صار في الفيروس فسببت في الشدة، نقص في الشدة متاع الفيروس، ممكن في المناعة المجتمعية الهيرد ميونيتي أو المناعة القطيع، المهم انتهت بعد سنتين. يقولوا أن الإسبانيش فلو هذه كان لها تأثير هيكلي على التاريخ الصحي، يعني فعلا بعدها بدوا يهتموا بالأوبئة بطريقة خاصة، وتعلموا منها البيهيفير اللي هو ينقصوا المسافات فيما بيناتهم، والعالم الآخر كان دائما في تباعد بيناتهم في المسافة، غيرنا ما فيش سلام، ما فيش حبواج، ما فيش ارتباط واجد ببعضهم، وتعلموا منها اللي هي التباعد الجسدي. هذه صورة منها في فترة الإسبانية فلو اللي هو الإنفلونزا الإسبانية، عطتنا البانديميك أو الجوائح هذه، فطنتنا أن لازم يكون في العالم في إدارة عالمية للشيء للأوبئة، واللي هي تو تحدث WHO تعطيك كل البروتوكولات، تعطيك كل الشيء الأشياء الخاصة بأي وباء، ويدير في مانجمنت خاصة أو إدارة معينة لجميع الأوبئة في جميع العالم. وطلعت جيل من العلماء اللي هم متخصصين في الفيروسات. هذه الصور نحن دائما نقول على الماسكات، وكيف يعني الفترة هذه نحن متضايقين منها، كانوا كلهم حلقين في الشارع، كانوا كلهم يستعملوا في الماسكات. الحاجة الثانية اللي بنحكوا عليها القريبة منا باش نربطوها بعدين، اللي هي H1N1 اللي هي الإنفلونزا الموسمية اللي الإسبانية اللي صارت في 1919، ردت لنا في 2009 2010 استمرت لمدة سنة بنفس الفيروس، يعني الفيروس اللي انتهى بعد سنتين رد علينا في 2009 مهرة، حوالي 60 مليون أصيب، وكل اللي هو قتل حوالي 500 او نص مليون في سنه واحده. كانوا طالعين الفاكسين، وفعلا كانت اسرع وقت يطلعوا فيه الفاكسين، طلعوا فيه اللي هو التطعيم، ومعادها معش في حالات سجلت. نجو لموضوعنا اللي هو الكورونا، نبدأ في الكورونا اكثر، اللي هي عندنا في 2002، هذين كل الاوبئه بالنسبه لنا نحن. في الصين كانت اول حاله من الكورونا اللي هي سارس، سموها SARS اللي هي Severe Acute Respiratory Syndrome اللي هو متلازمة الجهاز التنفسي الحادة. هذه كان أول حالة كانت في الصين وانتشر، وبعدها دكتور كان يعالج في الصين في الحالات انتقل لهونغ كونغ، ومن هونغ كونغ انتقلت الإنفلونزا هذه إلى 26 دولة. يعني إحنا العالم تو كورونا أكثر واجد بكثير، يعني 26 فقط كانت في العالم، 8000 حالة و800 حالة وفاة في 8 شهور ودس سبير أو اختفت مع سجلت أي حالة أخرى. بعد 10 سنوات منها بالضبط في 2012 كان في مزارع في جدة في السعودية العربية يتعامل مع الجمال، طلع اللي هو الفيروس هذا نتيجة المرض هذا أو الالتهاب في الجهاز التنفسي للمريض هذا، وطلعوها أنهم سموها الميدل إيست ريسبيراتري سيندروم أو متلازمة الشرق الأوسط كوفيد في. السارس كان كوفيد في 1، وتوا نحن اللي هي كورونا اللي هو كوفيد 2. 27 دولة أصيبت أو سجل فيها حالات متفرقة، 2000 حالة، 35% كان نسبة الوفيات، وأغلبية كان في السعودية العربية. نجو بنحكوا على الكورونا فيروس باش نحن المقدمة للكوفيد 19 عندنا هنا. هي شنو الكورونا؟ هل هي جديدة؟ لا هي مش جديدة. الكورونا فيروس هذه لارج فاميلي
تأثر في أو تصير التهاب للناس اللي هم الحيوانات أو الإنسان، نعرفوها من الستينات بأربع أنواع. منها الأربع أنواع هذين متعاملين معها، نعرفوهن ويعرفنا، وسبا في حاجة بسيطة كيف النزلات البرد البسيطة كان زادت شوية حتسبب لنا شوية إسهال. لكن شنو التغيرات اللي صايرة توا؟ الظاهر إن تعاملنا مع الحيوانات اللي كيف الصين عرضها بيحن هن حيات، أكلهن هن أصلا مش متاعة أكل، فالظاهر إنهن بدأت تنتقل من الإنسان من الحيوان إلى الإنسان، وأشرس من الأربعة اللي هن متعودين عليهن ونعرفوها. بعد 7 سنين احنا في حاجة اسموها يقولونها ما بعد الجائحة، يعني ما بعد الجائحة معناها الفيروس مازال موجود معانا بس نحن مسيطرين عليه، اللي هي نحن نهايتها اللي هي في قبلها في 2012. في 2019 كان حالات صارن في يوهان في الصين، 27 حالة تقريبا كانت فيها عدة الرئة، فشل في الجهاز التنفس وحالات وفيات. لما شافون لقوهن ارتبطا بسوق في يوهان للحيوانات اللي هي الحية في الصين. هذا في 31 ديسمبر. في 7 يناير طلعوا ان هي السبب هذا نتيجة النوفل كورونا فيروس، وسموه اللي هو كوفيد 19. في 11 مارس في 20 كانت WHO او منظمة الصحة العالمية اعلنت ان الوباء هذا هي جائحة، يعني منتشر في كل العالم، وبدت في الامرجنسي او الطوارئ، وبدت ان تاخذ الاجراءات العامة كلها. وبكوفيد 19 الاقتصاد انهار، الدول شلت، المدارس اقفلت، الحدود بين الدول سكرت، وبدأ عالم الكورونا فيروس وكوفيد 19 والجائحة، وأنتم كيف ما اللي تعرفوها. وإن شاء الله الطلبة أعزائي كملوا باقي المحاضرات. شكرا. السلام عليكم، هبة طلحي طالبة طب بالسنة الخامسة. اليوم حنحكي على الـ incidence and occupation period of COVID، أو ما يعرف بمؤشرات الإصابة وفترة الحضانة لفيروس كوفيد. حنبدأ أول حاجة بمؤشرات الإصابة. مؤشرات الإصابة العالمية بتاريخ 27 سبتمبر كانت حوالي 231 مليون 551,680 حالات مؤكدة، تشمل 4,743,708 وفيات. في ليبيا للأسف لا توجد لدينا أحصائيات دقيقة ومسحات تؤكد عدد الإصابات أو مدى انتشار الفيروس بين الناس، ولكن يتم فقط لغير تسجيل الحالات الداخلة إلى المستشفى، حيث يبين عندنا الرسم البياني هنا. رغم تذبذب الواضح في الرسم البياني إلا أنه يوضح لي فيه زيادة ملحوظة في تسجيل الحالات الداخلة إلى المستشفى ما بين 25/7 إلى 8 أغسطس، وفي تناقص ملحوظ في شهر سبتمبر إلى 19 سبتمبر. توا نحن نحكو على incubation period أو ما تعرف بالفترة الحضانة. فترة الحضانة هي الفترة اللي تكون ما بين تعرض الفرد إلى فيروس كورونا وظهور الأعراض، وهي تتراوح المدة هذه ما بين يومين إلى 14 يوم في متوسط 6 أيام، ويكون أكثر ناس ناقلة للمرض أو مسببة للعدوى هي التي تظهر الأعراض الكورونا. وهذه الريفرنس بتاعنا. Okay. Thank you. This is my reference. This is my reference for incubation and incidence of COVID. And thank you. السلام عليكم، أنا ريم خالد طالبة سنة رابعة في كلية الطب البشري. حنحكي عن الأشكال المختلفة لفيروس كورونا. تمام؟ حنحكو على شن معنى كلمة variants وكيف يتكونن وليش. حنحكو برضو على التصنيف متاعهن حسب منظمة الصحة العالمية،
وشنو الاختلافات اللي بين الفاريانتس. اول حاجه انها اي فيروس حيتكون من 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 ماده وراثيه محوطه بغلاف بروتين. الماده الوراثيه هذه حتكون مسؤوله عن التكاثر متاع التكاثر متاع الفيروس. تمام، الماده الوراثيه متاع فيروس كورونا حيكون اسمها الار ان اي او ريبونوكليك اسيد. تمام، لما يخش الفيروس للجسم ويدخل للخلايا بالضبط حيبدا الار ان اي هذا يتكاثر ويتضاعف لي في العدد متاع الفيروس عشان يدير لي المرض. تمام، اي خلل يصير لي في عمليه التضاعف هذه حيؤدي لي الى طفرات. تمام، وحيطلع لي فيروسات تشبه بعضهم لكن مش نفس الفيروس الام. تمام، الطفرات هذين اسمها الميوتيشنز، والفيروسات اللي يطلع لي نتيجه الميوتيشنز هيكون اسمها الفاريانت. تمام، التصنيف متاع الفاريانتس هذين حسب منظمة الصحة العالمية صنفتهم لثلاث فئات حسب سرعة انتشارهم وخطورة أعراضهم وكيفية علاجهم. عندي variants of interest اللي هنا ذات أهمية، وvariants of concern اللي هنا مقلقات أو نوعا ما خطيرات أكثر، وvariants of high consequence اللي هن عواقب أكبر. الفاريانتس اوف كونسرن تمام، هنا اللي كان انتشارهم سريع جدا وحتى المرض متاعهم خطير ويتطلب الدخول للمستشفى وحتى مرات يؤدي لي للوفاه. وبرضه الاجسام المضاده في الجسم ضده وفعاليتها كانت ضعيفه هي والعلاج. تمام، اول واحد وهن عباره عن الفا وبيتا وجاما ودلتا. اول واحد اللي هو الفا اكتشفوه في اليو كي في سبتمبر 2020. تمام، كانت سرعه انتشاره هذا اعلى عاليه، يعني اعلى من اللي قبله، وحتى خطوره المرض متاعه كبيره. لكن الحلو فيه ان التطعيم والعلاج ضده فعاليته كبيره. ثاني واحد اللي هو البيتا اكتشفوه اول حاجه في البرازيل برضه في سبتمبر 2020. كان انتشاره عالي صح وخطوره المرض متاعه عالي، لكن مش اكثر من الفا. وبرضه الحلو فيه نفسه ان التطعيم والعلاج فعال ضده. ثالث واحد اللي هو جاما طلع لي اول حاجه في اليابان من الناس اللي كانوا مسافرين وجايين من البرازيل. تمام، السبريد او الانتشار متاعها كان اعلى من اللي قبلها من الفا وبيتا، يعني حتى خطوره المرض متاعها كانت عاليه اكثر منهن. لكن برضو التطعيم فعال ضده، ولكن العلاج بعض من العلاجات اللي كانت مستخدمه في الفا وبيتا ما كانتش تمشي لي مع جاما. اخر واحد اللي هو الدلتا واللي يعتبر اخطر واحد فيهم، هذا اكتشفوه في الهند في ديسمبر 2020. الانتشار متاعه كان عالي جدا وخطوره المرض متاعه كانت اعلى من اول ثلاث فئات. السيء فيه حتى الناس اللي خذت التطعيم لقوا بعض منهم ردوا خذوا العدوى بفيروس دلتا. تمام، ونفس جاما بعض من العلاجات مش حتكون فعاله ضده. ثاني حاجه الفاريانتس اوف انترست اللي هن المهمات، هذه الفئه تتميز لي بالتغيرات اللي تديرها لي في المستقبلات اللي على الخلايا، وبرضه الاجسام المضاده والعلاجات ضعيفه جدا في الفعاليه ضدها. تمام، اللي هن عندي الابسيلون اكتشفوه اول حاجه في اليو اس اي في كاليفورنيا. ثاني واحد اللي هو زيتا اكتشفوه في البرازيل في ابريل 2020، وايتا اكتشفوه في اليو كي ونيجيريا في ديسمبر 2020. الثيتا اكتشفوه في الفلبين في يناير 2021، بعدها اللوتا اكتشفوه في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2020، وعندي الكابا في الهند اكتشفوه في ديسمبر 2020. أما اللامدا اكتشفوه كان أول واحد يطلع في البيرو، في بيرو اكتشفوه في ديسمبر 2020. وعندي واحد بال WHO ما عطتش أي اسم فسموه نون، طلع لي في الهند في أكتوبر 2021. وآخر واحد طلع لي في يناير 2021 في كولومبيا اللي هو المو.
واللي هو يشبه لي في البيتا فيروس لكن أضراره أكبر. آخر حاجة variants of high consequence، هذه الفئة عواقبها كبيرة وما نقدرش حتى نحده من انتشار المرض متاعها، فلحد الآن يعني ما فيش أي فيروسات فيها في هذا الكلاس. وهذه المراجع متاعي وشكرا لاستماعكم. السلام عليكم، أنا دنيا طالبة في سنة رابعة كلية البشري، واليوم حنحكي لكم عن مضاعفات كورونا وتأثيرها على الأنظمة الحيوية في الجسم. طبعا كورونا عندها تأثيرات على القلب، عندها تأثيرات على الجهاز التنفسي، عندها تأثيرات على الجهاز الهضمي، عندها تأثيرات على الجهاز العصبي، عندها تأثيرات على الكلى. أول حاجة تأثيراتها على القلب، تأثيراتها على القلب تتمثل في ضرر مزمن لعضلة القلب أو التهاب في عضلة القلب أو نوبة قلبية حادة أو فشل في القلب أو تأثير في ضربات القلب، إما يكون سريع أو يكون بطيء جدا أو ممكن يسبب لي فيه تكون تجلطات في الأوعية الدموية. ثانيا تأثيراتها على الجهاز التنفسي، تتمثل في سعال مزمن، تتمثل في التهاب الرئة أو في تليف الرئة، وممكن تسبب توسع في الشعب الهوائية، وممكن تسبب لي متلازمة تعرف بمتلازمة ضيق التنفس الحادة. ثالثا تأثيراتها على الجهاز الهضمي، تأثيراتها على الجهاز الهضمي تتمثل في ضرر على الكبد مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى انزيمات الكبد في الدم، ممكن تدير لي التهاب في المرارة والتهاب في البنكرياس، وممكن تدير لي حاجة تعرف بالجلطة المعوية. رابعا تأثيرات على الجهاز العصبي، تأثيراتها على الجهاز العصبي تتمثل في تأثيرين، ممكن يكون جلطة دماغية حادة مفاجئة، ممكن يكون تأثير على مستوى الوعي. خامسا وأخيرا تأثيرها على الكلى، تتمثل في تأثير مزمن على الكلى، الكيفية اللي تصير فيها التأثير على الكلى مش معروف، بس ممكن أن يؤدي لي إلى سوء الحالة المرضية للمريض. شكرا. السلام عليكم، أنا هدية الطلحي طالبة في سنة خامسة، اليوم حنحكي على الخطة العلاجية بالنسبة لمرضى كورونا. أول حاجة نحن نهتم بالتشخيص، التشخيص عندنا تشخيص تحليل أو بالنسبة للأشعة. تشخيص التحليل نديره في سكرينينج تيست اللي هم نديره فيها لمجموعة من الناس، إذا كان هم مرافقين صحيين، إذا كان في عمل أو مدارس أو كاهي، نشوفوا فيها إذا كان في أشخاص مصابين وهم بدون ما تطلع عليهم الأعراض. عندنا suspect case اللي هم الناس اللي احتمالية انهم خالطوا مصابين، فنديروا لهم في عندنا اللي هو المسحة الأنف، أو إذا كان طلعت نيجاتيف نمشوا للمسحة الدم. ثاني حاجة عندنا diagnostic test اللي هي نديروا فيها كتأكيد ان نحن الحالة هذه عندنا مصابة فعلا بكوفيد 19. من أهم الدياجنوستيك تيست اللي هو الأنتيجين اللي هو ناخذ فيها زي الشريحة، ونسبة السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي متاعها عالية في تأكيد الإصابة للمرضى متاعنا. ترقى نسبة السنسيتيفيتي ل 97 للسبيسيفيتي، والسنسيتيفيتي ترقى لأكثر من 80%، فعشان هيك نعتمدوا فيها. ثاني شق عندنا اللي هو الأشعة التشخيصية اللي هو ناخذه في الشيست اكس راي والسي تي، نديروا فيها قبل حتى ما تطلع التحاليل الدم، لأنها نسبة أنها توضح الإصابة أكثر من تحاليل الدم وفي نفس الوقت أسرع. الحاجات اللي نأكدوا بيها في سواء الاكس راي سواء السي تي اللي هي bilateral initially peripheral and lower zone ground glass opacification، هنا اللي نشوفه فيها هذه تأكيد قبل حتى ما يطلع عندنا التحاليل الدم. المانجمنت متاعنا الخطة العلاجية تختلف من الإصابة الخفيفة للإصابة المتطورة أو السيفير كيس. الإصابة الخفيفة اللي هم البيشن اللي يقدروا ياخذوا دواهم في الحوش،
تعتمد على أول حاجة الحالة الصحية للمريض متاعي، تعتمد على الإدوكيشن متاع طبيعة فهمه للمرض، طبيعة فهمه للأدوية متاعه، وحتى متابعته للأطقم الصحية اللي ممكن تتابع حالته، إذا كان في تزايد في الحالة ممكن انتقاله للمستشفى. ما فيش أي أدوية مخصصة لهم إلا أني أنا نعطي أنتيبيوتيك مضادات حرارة، أو ندير جود نيوتريشن، أو نخاف عليه حتى من الأعراض المصاحبة. يعني أنا ما نخافش من المرض في حد ذاته، لكن أنا قاعدة نرفع في نسبة المناعة للتغلب على المرض. ما كانش في أي أدوية مخصصة لهم من ناحية الكورتيزون، أو من ناحية مضادات الحيوية، أو حتى من ناحية أدوية المناعة، إلا أني أنا نرفع المناعة متاعهم. وصوا كم توصية للأدوية، زي عندنا اللي هو البالمان نيفاماب، اللي هو يرفع نسبة المناعة، ينعطى في حالات معينة للأطفال اللي فوق من 12 سنة، يكون وزنهم أقل حاجة 40، أو يعطى لكبار السن، برضو ما ينعطش إلا لحالات معينة اللي ما نبيش نخششهم للمستشفى، في نفس الوقت يستحقوا إلى علاج أكثر من أنه هو يكون فيتامين سي، فيتامين دال، العلاجات هذا النهي، لا، هو يستحق علاج معين، بس في نفس الوقت مش محتاج للأكسجين في المستشفى. من هم الناس اللي نخششهم للمستشفى؟ الناس اللي يكون عندهم لو أكسجين ساتوريشن، اللي هو معدل الأكسجين متاعهم أقل من 92%، هذا ما هي ضروري أني أنا نخش بيهم للمستشفى، سواء في الآي سي يو، سواء في العناية أو في القسم. الأخرين اللي مطالب أني أنا نحطهم قدامي في المستشفى، اللي هم الحالات زي عندنا مثلا سكر، ضغط، أزمة، اللي هم مش كنترول، اللي هم مش قادرين يسيطروا على المرض متاعهم، أو المرض متاعهم متفاقم، أو طلعا عندهم أعراض أخرى زادت سوء في الحالة، فهضماه ننقلهم للمستشفى على طول. تمام؟ اللي للمستشفيات في اختلاف في العلاجات، أول حاجة نعطي فيهم ريماديس ديسباير، نعطي فيهم اللي هو كورتيزون ومعه أنتي فايرا اللي هو مضاد للفيروس، تختلف كل واحد بالجرعة متاعها. في الأول نعطوه في 200 ملي جرام وريد اليوم، بعدها نتبعه لمدة 4 أيام 100 جرام في اليوم حتى هو بالوريد، لعند وفي حالات لعند ما يطلع من المستشفى. في من يعطي في معها كورتيزون، يعني أنا نعطي أنتي فايرون، نعطي كورتيزون، وبرضو الكورتيزون نعطي فيه 6 ملي جرام وريد لي بالوريد، أو أنا نعطي فيه باي أورال بالفم تابلت، نعطيه لمدة 10 أيام، برضو نستمر لعند إذا كانت الحالة تستحق نستمر لعند خروجه من المستشفى. المضادات الحيوية ما تنعطش ك ريكومندد، أو مركز المكافحة في ليبيا قال إن المضادات الحيوية تنعطى لحالات معينة فقط، ما تنعطش لجميع الحالات. الحالات اللي هم سوبر أدد إنفكشن، من هم اللي صارت لهم عدوى بكتيريا فقط، اللي تشخص بكورونا وبكتيريا نعطيه أنتي بيوتيك. تختلف اللي هم أول حاجة قسمناهم اللي حالات ما عندهمش أي أمراض مسمنة لكن هم مقاومين للمضادات الحيوية، نعطي أموكساسيلين 1 جرام بعدين، أو نعطي ديوكسي سايكلين. الحالات اللي هم ما عندهمش أمراض مزمنة لكن عندهم مقاومة للمرض، نعطي الأموكساسيلين بلس ديوكسي سايكلين. عندنا البيشن المرضى اللي هم عندهم حالات مزمنة لكن ما عندهمش مقاومة للمضادات الحيوية، نعطي سيفتازايدام أو نعطي أزيثرومايسين. البيشن اللي هم هوسبيتال أكوارد إنفكشن، اللي خضوه من المستشفى عدوى، يعني كانوا في المستشفى بعدين سادت عليهم عدوى أخرى، نعطي فانكومايسين والميروبينام. البيشن اللي هم جاتهم التهاب حاد ومعها مية في الرية، هضماهي وكانوا طبعا نحن عندنا ستافيلوكوكس أوريس، هذه ريزيستن لها، نسبة الريزيستن متاعها عالية، فنحن ندوروا من اللي
ما اللي مقاومين لها وما اللي مش مقاومين وما اللي مصابين لها او لا. فهذما هي اللي مع اللي هم ما عندهمش نسبه اصابه بها حنعطيهم فلوروكوانالون، لو انهم هم مصابين بها حنعطي حنزيد عليه الفانكومايسين وحنعطي التريتمنت متاعها العادي اللي هو ماشيين به. في ادويه اخرى مازال نحكو عليهم هل هن ينعطيان يعطيان في حالات معينه ولا لا، زي عندنا مضادات الالتهاب اللي هن ادويه الضغط منهن الاربس والستاتين، هذا الناهي على حسب الحاله. عندنا الاميونو ميدييتر اللي هن ادويه المناعه مازال في نقاش عليهم هل هن ينعطيان ولا لا. وبعدها عندنا الانتي كوجيلانت اللي هن مضادات التخثر، برضو في حالات ينعطى فيهن ولا لا، لكن برضو كل حالة دخلت للمستشفى لابد اني انا نعطي انتي كوجيلانت كبروفلاكسس كحماية، نعطو في لو مولكولار دوز هيبارين او انفراكشنيتد هيبارين. عندنا برضو اللي يدخلوا للعناية هم مهددين او حالات صارت لهم من قبل قرحة المعدة، فنعطوا في H2 inhibitor أو بروتين بامب inhibitor. نعطوا في أهم حاجة وهذه اللي كل البيشن نعطي فيها اللي هنا فيتامين سي فيتامين دي والزنك، هذه تقريبا البروتوكول شامل كل المرضى من كل الحالات. البيشن اللي خشوا في respiratory failure اللي هو ضعف أو فشل جهاز التنفسي، من هم اللي ضروري اني انا اللي نرفع لهم الاكسجين متاعهم نخليه من 90 ل 96، واللي هم نعطيه لهم نرقي لهم فوق 90، اللي كان اقل من 90 اللي نجري بيهم اخرى للاي سي يو اللي هم سيفير ريسبيراتوري ديستريس سنترال ساينوس شوك كوما كونفالجن، اللي هم كان عندهم يا اما خشوا في غيبوبه يا اما خشوا في فشل عام او انهم هم صارت لهم نوبه صرع. تمام، شكرا. هذا الريفرنس متاعي من مكافحه الامراض الساريه من ليبيا، هذا البروتوكول العام ثيرد اديشن كان في 11 نوفمبر 2020. السلام عليكم، انا اسمي عبد الرب جبريل، طالب سنه رابعه في الجامعه الدوليه كليه بشري. اليوم حنقدم تاثير الحجر الصحي في فتره كورونا على مرضى السكري. المفروض كانت ديره معايا زميلتي حنين حسين، انا كسر لها ضرب مش هتقدمها، فانا حنقدم الموضوع بتاعها. فانا حندوي لي ثلاث حاجات اليوم، ندوي شويه تعريف على مرض السكري، حندوي شن كان التاثير في ايام الحجر على مرضى السكري، وحندوي شن كان في نوع بتاع دور بتاع الهلال الاحمر في فتره الحجر. احنا ندور حاجه المرض السكري، ناس ما عارفين مرض السكري هو عباره عن زياده السكر في الدم لسببين او لحاجتين، يا اما الانسولين اللي هو يشيل في السكر في الدم مش قاعد، يا اما الانسولين مش قادر يخش للخليه. فهذين ان التعريف بتاع السكر والنوعين بتاعها. في دراسه انا لقيتها قديمه في ليبيا شويه في 2017، كانت داروا الناس اللي كان عندهم سكر في ليبيا حوالي 9.7 اي 442 الف ونص، فممكن يقدوا اكثر، العدد هذا هو اكثر بوجم. شنو اللي هو في العالم كله كانوا 463 مليون، وهذه برضه في 2019 الدراسه هذه في العالم برا، ويقدر حوالي 9.3 اي كل 10 ثواني في ثلاث حالات جديد من السكر يطلع. تمام، ممكن في 2030 يقولون العدد هذا يوصل 578.5 مليون في العالم. الكلاسيفيكيشن دي بيسمى ليتيسي، التقسيم بتاع السكر قسمه فيه تقسيمتين، النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول هو الانسولين ما عندهمش لان مرض عندهم مثلا مناعي او مش معروف هو اصلا النوع الاول شنو سببه، بس ما عندهمش الانسولين. النوع الثاني عندهم الانسولين بس مش قادر يخش للخليه، السبب انه عنده مشكله في المستقبل فمش يخش، مش قادر يخش. الاول علاج انسولين، الثاني تعطيه الادويه الاخرى اللي نقصهم في السكر. تو نجو شن تاثير الحجر الصحي في ايام كورونا على مرضى السكر. ان في اكثر من تاثير، بس نحن اختصرناه تقريبا في 6 أو 7. الاول واحد او التاثير اللي هو يسمى فيه كومبلاينس او الالتزام بالدواء. في فتره الحجر الصحي في تقريبا هنا في بنغازي كان بديت الحجر في شهر 6 و7 تقريبا، بدا صحنا الحجر صحنا مفيش حد يطلع. ف
فكان في مرضى ما اخذوش في الدواء، ما كانش اخذ في الانسولين او ما كانش اخذ في المتفورمين، كان ما اخذش فيه الحش في اكثر من حاجه ما اخذش فيه. من الحاجه الاولى ما قدرش يعدي المستشفى سيد حسين انه ياخذه، هذه حاجه الاولى. الثانيه في وحدين يخدموا مثلا باليوميه، يخدم بالعمل يومي، فكان ما يحصلش في فلوس انه يعطى من صيدليه، او في واحد ما قدرش يعدي المستشفى خاف انه ياخذ كورونا من المستشفى. فهذه كانت اكبر مشكله، وكانت تقريبا اوعر مشكله، وكانت الاشهر انه ما قدرش ياخذ الدواء. ثاني حاجه لي الجرعه، كان في وحدين لما جاتهم اليوم عندهم السكر، لما جاهم كورونا فكان لازم يغير له جرعه السكر. كانت الاهل شي يصير هو لما يجي له كورونا يتعرض ضغط نفسي، يصير له ستريس، لما يصير له ستريس ومرات يطلع هرمون كورتيزول هذين حسين يزيد السكر عنده، فلازم تعليل الجرعه. يعني مثلا ياخذ جرعه متفورمين 500 فلازم يزيدها، ممكن يزيدها 850 يزيدها 1000. فكان هذه تغيير الجرعه كانت عاريه بك، كان ديما تصير واش. ثالث حاجه لي قياس السكر، ان في وحدين هذه حاجه كويسه، في وحدين يقعد عنده جهاز قياس السكر اليدوي هذا في الحوش فكان يقيس فيه وكاينه كويسه. في وحدين لا، في وحدين ما عندهمش قياس السكر في الحوش فما كانش يقيس في نسبه السكر في الدم تاعها، ما يقدرش يعدي للصيدليه، يخاف انه يحصل كورونا مره في الصيدليه. فكان تقريبا 4 شهور او 3 شهور ما يقيسش في السكر بتاعه بكرة، فمش عارف هو كم كاين السكر بتاعه. الرابع حاجه هو تاثير الاكل في اليوم، الاكل اليومي. نحن عندنا 3 وجبات، فطور غداء عشاء، عاده هذا هو المفروض يقضي كويس. الناس في فتره الحجر زاد الوقت بتاع الحجر الصحي في اليوم، فممكن يقعد ياكل في 3 وجبات زياده اخرى، ياكل بعد الفطور، ياكل بعد الغداء، وياكل بعد العشاء. فكان ياكل واجد في لان اليوم عنده طويل، هذه كان مشكله واجد تاثر فيه. الخامس حاجه اللي هو يديروا في رياضه، هذه حاجه كويسه. كان في وحدين لان عنده يوم طويل في الحوش فيقدر يدير رياضه في الحوش على اساس انه ينقص السكر بتاعه كحل انه ينقص بيه، وهذه حاجه كويسه. هو ما كانش يدير في رياضه قبل الحجر، فلما جاء الحجر قاعد يدير في رياضه، وهذه حاجه كويسه وكل. السادس حاجه اللي هو الوزن، الوزن قاعد يتغير. في وحدين زاد عندهم الوزن، في وحدين نقص عندهم الوزن، بس الاكثريه الناس اللي عند الناس اللي يقول ان وزنه نقص، وزنه نقص ليش؟ يعني ياخذ المتفورمين، المتفورمين ينقص في الوزن، فكانت الاكثر ان الوزن ينقص اكثر من الوزن يزيد، مع انه كان ياكل بس الوزن نقص اكثر. اخر حاجه وهذه المهمه، انه يصير مضاعفات من السكر، لان يا اما السكر يقعد عنده عالي، يا اما يقعد عنده ناقص، يا اما اللي هو شيء يصير يصير المضاعفات اللي في الشرايين. كان الاكثر انه يصير نقص السكر ينقص، فمرات يقعد يحافظ عليه وجبك اللي ياخذ جرعه عاليه فيصير له هايبوغليسيميا اكثر من يصير للسكر عالي. هايبوغليسيميا معناها السكر واطي، فنقص السكر كانت اكثر من حتى من المضاعفات اللي يصيرن في الشرايين والسكر لما يقعد يعلى. هذين اسباب، ان نفس السبب المبادي اسباب يقعد في ضغط نفسي، يحصل عدوى مثلا، يحصل كورونا، هذين يزيدن السكر. لما يزيدن السكر تعطيه الدواء بتاعه ينقص عند السكر، يصير نقص السكر اكثر. اخر حاجه هو هذا شن كان دور الهلال الاحمر في بنغازي، هذا المفروض تاع حنين بس حناخذنا. طبعا هم داروا اكثر من حاجه، لكن في حاجات اختصرناها في 4 حاجات أو 5 اللي كان الاحسن. اول حاجه او في حاجه يسموها فيها الحاله الصفريه طلعت في بنغازي زمان في السلماني، فكان هذه في شهر 2 أو 3 تقريبا، هذو مع الدوله من الهلال الغادي في الشارع السلماني والشارع السكر. في الشارع هذا في ناس مرضى عندهم سكر، حصروهم خلوهم 13 حاله، فقعدوا ال 13 حاله ذوما دزولهم حتى دكتور القويري، مثلا دكتور القويري يعني داروا لهم جداول السكر بتاعهم، التحاليل بتاعتهم ينظموا فيه لهم، يعني كم كاين في 14 يوم هذينا، في خلال 14 يوم كم كاين السكر، يعطوا فيهم في الادويه. حاجه ثانيه يعطوا فيهم في المونه بتاعتهم، المونه كان فيها الادويه، يعني نبي الادويه فين، يعطوا فيه في انسولين، يعطوا فيهم في المتفورمين. ونفس الفكره هذه صارت في شوارع واحدة اخرى في بنغازي، طلع فيهم الكورونا وطلع فيهم في حالات عندهم مرض السكر. اخر حاجه انا كملت فيه، شكرا، بس بنشكر شكر خاص للدكتورة سوسن زواوا ودكتور محمود وبيش ودكتور سامي المطردي ووحدين من الهلال الاحمر، بس شكرا. صباح الخير، انا طالبه وصال ابراهيم حمامه، واليوم طالبه في سنه رابعه في الجامعه الدوليه، واليوم حنحكي على الامباكت اوف كوفيد 19 على البيشنتس اللي عندهم الهايبرتنشن والكاردياك كيسز. هذا بس عباره عن جدول اللي عشان حنحكي اليوم. اول حاجه حنبدا بتعريف بسيط عن شنو هو الكوفيد 19. كوفيد 19 هو عباره عن contagious respiratory disease يسبب ال severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.
طبعا هو كيف يشتغل؟ طبعا احنا كلنا عارفين انه هو طريقة النقل متاعه اما بالسعال او ان الواحد يلمس حاجة لمسها شخص عنده الفيروس من قبل وانه هو يكون قريب منه. الطريقة اللي هو ينعد بها الفيروس، طريقة عمل الفيروس انه هو يعدي في شيء او يهاجم في شيء اسمه النيزل ابيثيليال سيلز اللي موجودات في الانف. اول حاجة في هذوما فيهم حاجة اسمه ACE2 receptors، لما يعدن الـ ACE2 receptors حيمشن للـ upper respiratory tract. لما يصير الحاجة هذه يصير حاجة اسمها immune triggering. لما يبدأ الجسم في الـ immune triggering يبدأ يجاوب في الهجوم اللي صار من الفيروس، حيطلق حاجة اسمها الـ IFN beta والـ IFN gamma من الـ infected cells هذوما. الانفكتد نيوموسايتس هن بدورهن حيطلقن شيء اسمه انفلاماتوري سايتوكاينز اللي هن من ضمنها الاي ال 6 والاي ال 8 لانه مهمات طبعا الباثوفيزيولوجي بتاع الفيروس. هذين عشان حيطلقن زي جهاز الانذار للجهاز المناعي ان هن كلهن يجن للمكان اللي هو الرئتين اللي هو اساس طبعا الهجوم تاع الفيروس. طبعا من ضمن هذين التي هيلبر سيلز. اللي يصير هنا ان الهجوم اللي قاعد يصير هذا من الخلايا هذين بتاع الجهاز المناعي على الرئتين على الخلايا بتاع الرئتين حيسبب اما في الفيولر دامج وحيسبب في بولمونري إديما اللي هو بعدين طبعا حيسبب لنا في المشاكل اللي جن لقدام مع العدوى بتاعت الكوفيد. الموضوع اللي نحن حنحكوا عليه اليوم هو طبعا كيف الكوفيد يسبب في عدوى للقلب مش بس للرئتين. طبعا في حاجه اسمها اندوثيليال سيلز موجوده في الجدار بتاع الاوعيه الدمويه. الاندوثيليال سيلز هذوما هم اللي هجمهم الفيروس في الاول اللي هي طبعا حنوريكم في الصوره الجايه. الايمرجينج ايفيدنس في الدراسات اللي تو على سارس كوفيد كورونا فيروس 2 اللي هو طبعا مش بس يهاجم الاوعيه الدمويه في الاول، بس يهاجم الاوعيه الدمويه في الاول وبعدين يهاجم خلايا وأعضاء ثانية. هذا بعدين طبعا هو اللي سبب في أن المريض في الأول ممكن يجي عنده كوفيد خفيف 10 أيام أسبوع وبعدين بعدها بكم شهر يقول لك يا دكتور أنا كان عندي كوفيد بس جيت توا عندي إما مثلا أمراض في 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 الكلى أمراض في القلب. طبعا هذه هي الطبقة اللي هاجمها الفيروس الاندوثيليال لاير اللي هي طبعا الطبقة اللي جوا بكل أو فعليا اول طبقه من الداخل. الطبقه هذه مسؤوله عن ايش؟ هي اللي مسؤوله عن تبادل بين الجسم الخارجي بين الخارج والداخل الفاسل. شنو هنا الريسك فاكتورز بتاعت الفيروس بالنسبه للكاردياك؟ فهم انه هو حيسبب بعدين acute heart failure myocardial infarction، حيسبب deep vein thrombosis myocardial injury angina arrhythmias pulmonary embolism وحيسبب venous thromboembolism. طبعا اهمهن هن الهايبرتنشن والسيربروفاسكولار ديزيزز. كومبليكيشنز بتاعتها الاهم هن طبعا الفينوس ثرومبوامبوليزم اللي هو بعدين حيسبب لنا في بولمونري امبوليزم، اكيوت كيدني انجري زي ما قلنا انه مش بس الهارت واللنجز اللي يدير فيهم، سيبتك شوك وكارديوفاسكولار كومبليكيشنز. في حاجه مهمه اسمها لونج كوفيد اللي هو ابروكسيمتلي في 10% بس من البيشنتس يجيهم اللي هو يقعد البيشنت عنده كوفيد من 12 اسبوع او اكثر وهو السيمبتومز بتاعتها هو انه يقعد الكوف بزياده وحيقعد عنده الم في العضلات ويحس روحه تالف. نبدا بسيطه بس عن شنو هو الضغط. مرض الضغط هو او الهاي بلد بريشر او هايبر تنشن هو ديفايند از بيرسيستنتلي اليفيتد ارتيريال بلد بريشر ذات از هاير ذان نورمال والبلد بريشر از فورس اكسيرتد باي سيركيتري بلد اجينست ذا والز اوف ان ارتري ذا ميجر بلد فيسلز ان ذا بودي. طبعا التعريف الثاني مهم لان زي ما قلنا احنا الطبقه الداخليه للفيسلز هي اللي حيصير لها الضعف بسبب الفيروس. نبدا بسيطه بس عن شنو هنا الكاردياكيز اللي نحكوا عليهم اليوم. طبعا من اول ما بدا الفيروس كان في ارتفاع ملحوظ جدا في 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 امراض القلب ومعظم البيشنتس اللي كانوا يجوا يشكوا منهم كان ديما الفكره ان قد يكون السبب هو ارتفاع في مستوى الكوليسترول او لان الناس في الحوش ومش قادره تطلع، فقد يكون الموضوع لا علاقه بان هي unhealthy lifestyle بس ما كانش محطوط ان قد يكون الفيروس يهاجم في الخلايا بتاعت القلب. فبعدين بعد ما زاد الموضوع في ريسيرش بدان اكتشفوا ان الكوفيد يهاجم في المايوكارديال سيلز.
طبعا الكيسز اللي لاحظوا الارتفاع فيهن هن المايوكارديال انجريز، بالذات المايوكاردايتس والاكوت مايوكارديال انفاركشن، الهارت فيلير والسيتوكاين ستورم والسيستميك انفلاميشن. تمام، الكوفيد والكارديوفاسكولار سيستم، what is the link؟ شنو هو اللي يخلي الكوفيد يهاجم، او كيف الميكانيزم تاع الكوفيد يهاجم في خلايا القلب؟ طبعا هو في 2 ثيوريز نحطن، الثيوري الاولى ان هو ويك ميون سيستم، والثيوري الثانيه ان هي الدراكس يوز للمرضى متعين الهايبرتنشن. الثيوري الاولى متاع الويك ميون سيستم في البيشنتس هي سبب ان اصلا الشخص لما يكون عنده ويك ميون سيستم فالفيروس يكون عنده قدره اكبر ان هو يهاجم طبعا خلايا الجسم. واضحه؟ الدراكس يوز اللي هنا اشار الايس انهبيترز والانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، هذنا اثنين البيشنتس اللي عندهم هايبرتنشن وكانوا ياخذوا في الادويتين هذنا بالذات لاحظوا ان في عندهم ريسك فاكتور زياده عن الناس الثانيه اللي عندهم الهايبرتنشن. اظن بس الفايرال انفكشن وكيف في النهايه بكل يوصل لمايوكارديال انفكشن، هارت ريسك فيلير والارثميا، طبعا هذا ثلاثة هن الاشهر. عشان نفهموا كيف اللينك لازم نفهم البيولوجيكال ميكانيزم اللي هو اندرلاينج الفيرال انتري، كيف الفيروس يدخل للخلايا. طبعا اهم اثنين هن الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم 2 او الايس 2 اللي هو ممبرين بروتين ذات از هايلي اكسبرست ان ذا هارت lung will gut will kidneys and has many physiological functions. It may facilitate damage to the organ by direct virus entry. اللي هو طبعا يسمح له بانه يخش زي البوابه ما بين الفيروس ما بين الخليه اللي هو حيدخلها during the course of infection by secondary response اللي هو طبعا الاميون سيستم. والثاني اللي هو ترانس ممبرين بروتين سيرين 2 ولا سيل ممبرين سيرفيس سيل سيرفيس بروتين برايمرلي اكسبرسد باي اندوثيليال سيلز اكروس ذا ريسبيراتوري اند دايجستيف تراكت از ا سيرين بروتياز ات از انفولفد ان ذا كليفينج بيبتايد بوندز اوف بروتينز. وهو طبعا الاكزاكت بيولوجيكال فانكشن بتاعها مازال مش معروف بالضبط هو شنو، بس لقوا انه هو له علاقه بالفيروس. All the research has shown that it is involved in certain pathologies. طبعا هذه لها علاقة بالفيروس أكثر من المواضيع الثانية. تمام. How the virus affects people with hypertension? Coronavirus can damage the heart directly. اللي هو طبعا يهاجم الميوكارديتس على طول زي ما قلنا بالACE2 مثلا. Especially risky if already weakened by the effect of high blood pressure. يعني أنت أصلا already عندك الفيسلز ضعيفات، الاندوثيليال سيل ضعيفة من الهاي بلاد بريشر والبريشر اللي اكزرتت على الفيسل. ويجي الفيروس يهاجم برضو زيادة الاندوثيليال سيلز. الفيروس may cause inflammation of the heart muscle called myocarditis which makes it hard for the heart to pump blood. اللي هي طبعا المشكلة هذه واجد patients يواجهوا فيها ان هي فوق ما اصلا اللنجز تقعد ضعيفة، ما فيش اكسجين في الجسم، الهارت برضو مش قادر يضخ enough blood للجسم، وهذا طبعا يسبب في زيادة نقص في الاكسجين في الدم. If there is a plug build up اللي هو انه يكون في plug على حواشي على جوانب تاعت الارتريز، the virus may make those plugs more likely to break apart and cause a heart attack. Long-term health conditions and aging weaken the immune system, so it's less able to fight off the virus. تمام. بما نتوحد فهمنا الهايبرتنشن هنحكي على الهارت ديزيزز. الميكانيزم تاع الكوفيد 19 induced cardiovascular injury مش مفهومة تماما هو كيف قاعد يصير، لمازالت الدراسات قاعد تجري. فيروس كورونا مازال فيروس جديد يعتبر. The early clinical data suggests that cardiovascular complications are most likely happening in multiple ways or mechanisms. يعني مش بس الأول theories اللي احنا ذكرناهم، بس اللي عندها واللي موجودة في معظم الكيسز هو ممكن مثلا weak immune system مع حاجة ثانية، أو إن البيشنت ياخذ في الدراجز ومع حاجة ثانية، أو ممكن هما اثنين يكون أصلا immunocompressed ويكون ياخذ في الدراجز هذوما. SARS coronavirus 2 can induce direct cardiotoxicity by infecting the cells اللي هما cardiomyocytes and develop myocarditis. الهايبرانفلاميشن في البوست كوفيد 19 زي ما قلنا انه طبعا لما يخش الفيروس الاميون سيستم يدير في زي الرساله ان كلهم الاميون سيستم يبدا يهاجم في منطقه معينه بزياده اللي هو طبعا uncontrolled cytokine release. هذا الشيء حسب may lead to vascular inflammation, plaque instability or myocardial inflammation which further leads to myocardial infarction, MI, cardiomyopathy or heart failure. بالنسبة للكوفيد 19 infection برضو induces systemic complications زي sepsis والDIC which may in turn also evolve into different
cardiac complications. يعني ممكن البيشنت يبدأ بسبسس ويبدأ يخش في complications ثانية cardiac. Pathological findings في COVID-19 في affected cardiac tissue شن طلعت؟ طلعت إن في minor change في interstitial inflammatory infiltration to the hyperactivation of inflammation, cytokine storm, والmyocyte necrosis والmyocarditis والMI طبعا heart failure. In the في vasculature اللي قلنا في microthrombosis وvascular inflammation. وفي طبعا it's very important to note that it's unclear whether the myocardial injury اللي post COVID تصير reflects a systemic or local ischemic inflammatory process. في الاندوثيريال دامج في الكوفيد 19 اللي هو اساس المشاكل اللي يصير في الـ في الـ في الكارديوفاسكولار سيستم, كارديوفاسكولار اندوثيريال سيلز لاين ذا سيركيولاتوري سيستم اند ار ان ديسبنسبل فور بريزرفينج اند ريجوليتينج فاسكولار هيموستاسيس. فاي مشكله بسيطه ممكن تصير في الاندوثيريال لاير ممكن سبب في سيستميك مش بس لوكال بروبلمز. الاندوثيريال ديسفانكشن از سيستميك باثولوجيكال ستيت ذات تشينجز ذا فاسكولار بالانس توورد مور باثولوجيكال كونديشنز انكلودينج but not limited to vasoconstriction, inflammation, tissue edema, organ ischemia, procoagulant state. The vascular smooth muscle cells express both the ACE2 receptors with TMPRS2 protease on the cell membrane. The systemic inflammation with abnormal coagulation status with multi-organ dysfunction and possible contribution determinants of increased risk for venous thromboembolism. المانجمنت والبريفنشن بتاع الكوفيد تمام. البيشنت عنده هايبرتنشن بس خايف من كورونا, شنو نقدر يدير باش يخلي نفسه مثلا في الجانب السليم؟ تقريبا يحاول يحصل بين 150 دقيقه من الاكتيفيتي اللي هي تقريبا ساعتين ونص, بس مش في يوم واحد طبعا لانه هايبرتنسيف بيشنت وهذا ريسك له. فيحاول يقسمهم على اسبوع about 30 minutes a day 5 ايام في الاسبوع. طبعا ممنوع السموكينج وطبعا الـ eating healthy diet اللي هو طبعا الأهم اللي include limiting salts والالكحول. الـ keeping a healthy weight إنه الشخص ديما يحاول يراجع مع الدكتور متاع على النظام الغذائي وحافظ ديما يحاول على وزنه, وطبعا أهمهن الضغط النفسي. In summary, طبعا الـ SARS هو coronavirus هو viral invasion of cardiomyocytes and direct damage via this process but still is under further pathology studies. The severe hypoxia and acute respiratory damage caused by the virus may result in oxidative stress, myocardial injury from increased myocardial oxygen demand in the presence of severe hypoxia due to acute lung injury. هذا اللي حكينا عليها قبل, قلنا ان فوق ما ان اللنجز ما عندهمش enough oxygen, الهارت مش قادر يعطي enough oxygen للجسم, مش قادر يدير enough pumping. COVID-19 may cause cardiac injury indirectly due to an overwhelming immune inflammation response and cytokine storm اللي قلنا ان الجسم يبدا يعطي فيه signals. The ACE2 is expressed in the heart and SARS-CoV coronavirus 2 virus uses this enzyme as a receptor of entry into the cell. It is unclear at this time, however, if SARS coronavirus 2 binding alters the ACE2 expression or causes dysregulation of the RAS اللي هو routine angiotensin aldosterone system pathway. Thank you very much. صباح الخير, ان شاء الله نهارك سعيد. انا وليده بدجاجه, طالبه سنه خامسه في الجامعه الدوليه. حابه نحكي لكم اليوم على تاثير كورونا على مرضى السرطان والناس اللي ياخذوا الكيموثيرابي او العلاج الكيماوي. طبعا مع تطور الوقت والزمن والابحاث اللي دارون حول العالم على السرطان, قعد اكتشافه في ورد مبكر وتوفير العلاج له قعد اسهل. بس برضو تو مع جائحه كورونا قعد السرطان مشكله اساسيه وصعب قد يسيطر عليها مع الوقت. السرطان لما يجي يعالجوه يعالجوا فيه من ناحيتين, يعالجوا فيه من ناحية surgical وmedicine يعني drug therapy يعطوا فيه في أدوية وجراحات, وبرضه من ناحية الدعم النفسي اللي هو ممكن يتحصلوا عليه من الأهل والأصحاب أو الدكتور نفسه يعني. تمام, لو نجي نقسمه تأثير الكورونا على مرضى السرطان نقدر نقسمه لأربع أقسام. نقدر نقسمه أنه هو كيف أثر عليهم, قعدت نسبة العدوى عندهم أكثر, كيف أن العلاج متاعهم تأخر, وكيف هو أثر عليهم من ناحية مضاعفات للمرض. طبعا الكورونا عندها مضاعفات للناس الطبيعيين ويبال عندهم أصلا هم مشكلة صحية, وكيف تأثيره على المنتل هيلث أو الصحة النفسية متاعهم. أول حاجة نحكي عليها كيف زاد نسبة العدوى عندهم.
من ناحية نسبة العدوى أن نحن عارفين السرطان أوكي هو يصيب سيستم معين أو جهاز هضمي معين أو جهاز تنفسي، بس برضو ما يقعدش مسؤول على المكان هذا بس، لا هو يأثر على الجسم كله ويؤدي إلى ضعف المناعة عند الإنسان. فلما تجد مناعة ضعيفة برضو تزيد عندهم نسبة العدوى، سواء كانت من عدوى من عدوات تانية مثلا زي الانفكشنز أو التهابات تانية، أو اللي هو نسبة تأثرهم بالكورونا نفسها، يعني عندهم نسبة إصابتهم بكورونا أعلى من الإنسان اللي هو صحته طبيعية. تمام. لو نحكي كيف أثرت الكورونا على تأخر تحصلهم على العلاج، في حاجتين، في مجموعة من الناس قاعد عندهم أن هم يسيبوا العلاج وما ياخدوش العلاج باختيار شخصي، أن هم خايفين أن زي ما نحن عارفين الكيموثيرابي يدير يضعف الإميونيتي، فهم قرروا أن هم يسيبوا العلاج من عندهم، أو يكون بسبب الكورنتين ولا اللي هو العزل الصحي أن هم مش قادرين يمشوا المستشفى عشان تحصلوا على علاج معين. لو بنحكوا على الكومبليكيشنز او هن مضاعفات المرض، طبعا الانسان الطبيعي اللي هو ما عندهش السرطان عنده مضاعفات واجده، منهم اللي هن كارديوفاسكولار اللي هو يصيب القلب او الاوعيه الدمويه، او يصيب منهم ستروكس اللي هن الجلطات في المخ او في القلب، او نبضات قلب غير منتظمه اللي هن الاريثمياز. تمام. اوكي. ولو نحكوا على المنتل هيلث او اللي هي الصحه النفسيه، طبعا تخيل معي لو إنسان هذا عنده سرطان، طبعا عنده عامل نفسي أنه هو مصاب بالسرطان وعنده مرض هذا لازم يتخطى، برضو عنده جائحة كورونا اللي هي العزل الصحي، كيف ما قلنا في الأول إنسان هذا محتاج دعم معنوي من الناس حواليه، سواء كان أصحابه أو العائلة أو الدكتور نفسه. فتخيل هو لازم يتخطى جائحة كورونا وفي نفس الوقت لازم يتخطى العلاج اللي هو يتعرض له اللي هو ضد السرطان. لو بنحكوا على الكوفيد والكيموثيرابي إفكت، نحن عارفين أن الكيموثيرابي أو العلاج الكيماوي هو عبارة عن أمينو سبريسنت، أو هو علاج يهبط المناعة بصفة عامة، لأن السرطان هو عبارة عن ميوتيشن في الجهاز المناعي، فهو يهبط لهم المناعة متاعهم، فتجد المناعة متاعهم مهج قوية كفاية أن هي تتغلب على المرض. فتخيل واحد يجي له كوفيد وبرضه هو مناعته ضعيفة، فعشان هيك حتكون الإصابة متاعها أقوى من الإنسان الطبيعي. تمام. هذه those are my references and thank you. السلام عليكم، أنا سديم جمال طلحي، طالب في خامسة بشري جامعة دولية، وموضوع اليوم تأثير الكورونا على أمراض الروماتيزم. طبعا أول حاجة بالنسبة لأمراض الروماتيزم شن هي؟ اليوم مرض مناعي يأثر في المفاصل أساسيا يعني، ويأثر حتى في العضلات وحتى في العظام وحتى الأعضاء الحيوية مرة يعني. الحاجة الأخرى اللي هو شنو الروماتيزم، هذا يعتبر كاندراج من التهاب المفاصل. فنحن عارفين أن كورونا أكثر حاجة كورونا تأثر فيها هن أمراض القلب وأمراض الروائل، لكن عادة في أمراض الروماتيزم، أمراض الروماتيزم تلقاهم عندهم الأمراض القلب، عندهم أمراض الرواية، عندهم البلاوي. فلما تجيهم الكورونا هتجيهم أقوى، لأن عندهم الروماتيزم وعندهم أمراض قلب ولا حاجة. حاجة الأخرى، أمراض المرضى المتين الروماتيزم يأخذ في أدوية المناعة، فلما يأخذ فيها تضعف المناعة اللي عندهم، ولما تجيهم كورونا هتجيهم قوية ويخشوا في مضاعفات. الحاجة الأخرى اللي هو معدل الوفيات. بالنسبة لمعدل الوفيات، لقوا أن اللي عندهم كورونا ما عندهمش أمراض الروماتيزم، لقوا عدد الوفيات أقل من الناس اللي عندهم كورونا وعندهم مرض روماتيزم، فلقوا أن فيه زيادة شوية وعلاقة قوية بين الروماتيزم والكورونا. بالنسبة لتأثيرها على ليبيا، تأثير كورونا على مرض الروماتيزم في ليبيا، طبعا نحن عارفين في بداية جائحة كورونا الحكومة فرضت حظر، الناس ما قدروش يطلعوا، ما قدروش يمشوا المستشفيات، ما قدروش يمشوا الصيدليات ياخذوا أدويتهم، حتى الأدوية ما كانتش متوفرات. فبالنسبة لمرضى الروماتيزم ما كانش يقدروا يشوفوا الدكتور ويشوفوا شن عندهم بالضبط، هل صارت مضاعفات، ما قدروش ياخذوا الأدوية متاعهم، فحالتهم كلهم ساءت وكان فيهم مشكلة. واحد منهم اليوم جدتي حتى هي عندها روماتيزم، للأسف يعني حالتها ساءت شوية.
الحاجة الأخرى اللي هو شنو كورونا هذه أثرت على مرضى الروماتيزم بشكل كبير. فدايرين لك دراسة بسيطة لقوا أن مرضى الروماتيزم اللي كانوا أصلا عندهم روماتيزم وبسبب كورونا ما قدروش ياخذوا أدوية كان في زيادة قريب 30%. وبالنسبة للي ما كانش عندهم روماتيزم ووقف الأدوية متاعهم لقوا في زيادة بس 10% من ناحية مرض كورونا. وحتى كما قلت لكم داروا حظر، فواحد منهم أنا ما قدروش يمشي العيادات ما قدروش يديروا تحاليلهم، فزادت أعداد مرضى كورونا بنسبة 45%. وبالنسبة لحتى الأشخاص ما قدروش يمشي الدكاترة يشوفوا كي يديروا كشف زادت النسبة قريب 60%. طبعا عشان كورونا ما قدروش ياخذوا الادويه متاعهم، صارت مشكله، صارت ازمه، حتى الدول حتى الصحه ما قدروش يجيبوا ادويه من برا لان كان في عقوبات وفروضات وما قدروش يجيبوا الادويه، فالمرضى ساءت حالتهم. كيف ما عارفين ان العلاج كورونا بالتطعيمات ومازال ما يعتبرش يعني حل نهائي يعني. فلقوا أن دارين دراسات لقوا أن في بعض من أدوية الروماتيزم يساعدهم في علاج كورونا، اللي هو واحد منها اللي هو عند كلوروكوين وهيدروكسي كلوروكوين. هذه شنو دواء لقوا أن يساعد في مرضى الروماتيزم في ناس وقت يساعد في القضاء على كورونا أو تخفف حتى من أعراض كورونا بشوية، لكن مازال الدراسات مازال في قيد التطوير يعني، ونشوف اللي قدام شو ممكن يصير. حاجة الأخرى اللي هو تأثير كورونا في الروماتيزم اللي هو في الصحة النفسية. لقوا أن لما جاتهم كورونا مرض الروماتيزم جاتهم حالة نفسية، جاتهم الكآبة. طبعا كان في انعزال، ما قدرش قدروا يطلعوا، ما عادش قدروا يشوفوا الناس. طبعا لازمك الأقارب وكي لازم يقدموا مرض الروماتيزم يحركوا فيهم يساعدوا فيهم يحكوا معهم. فلقوا أن زادت من الكآبة والانعزال في مرضى الروماتيزم، فهذا علاقة كورونا بالصحة النفسية في مرضى الروماتيزم. فلقوا أن ثلاث حاجات، لأن شنو زاد في الكآبة، زاد في القلق، زاد أيضا في حتى زاد في قصة الحالة الاجتماعية. الناس ما عاش قادر يزوروا بعضهم، فصارت من العزام ما عاش يحبوا كي يحكوا مع الناس، ما تقابلوا معهم. وهذا تأثير كورونا على الروماتيزم كان تأثير سلبي، ومازال في دراسات أخرى قيد التنفيذ، وإن شاء الله لقدام خير، وإن شاء الله تنتهي موضوع كورونا، جائحة كورونا بالصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. هذه المراجعة متأتي وشكرا. السلام عليكم، أنا اسمي رنيم محمد، طالب الطب سنة خامسة. اليوم حنتكلم على مشاكل الكورونا للجماعة اللي عندهم أمراض رئة مزمنة. تمام، اللي حنتكلم عليه حنعرفه في البداية شنو هن الكرونيك ريسبيراتوري ديزيزز أو أمراض الرئة المزمنة، وحنتكلم على أمثلة اللي هن أشهر أمثلة في الأمراض هذينا، اللي هو السي أو بي دي والأزمة والبلمونري هايبرتنشن والإنترستيشال لانج ديزيزز. اول حاجه عندنا كرونيك ريسبيراتوري ديزيز او الامراض الرئه المزمنه، هذين هن عباره عن امراض يضربن الجهاز التنفسي او يضربن الرئه بالذات. واكثر الناس يتعرضوا للمشاكل هذين هم الناس المدخنين او الناس اللي يعيشوا في بيئه مش نظيفه، اللي هو يتعرضوا للتلوث الهوائي سواء من عوادم السيارات او من دخان مصانع وغيرها. شن علاقة الكورونا بالكرونيك ريسبيراتوري ديزيز؟ الكوفيد أو الكورونا طبعاً هو أكثريته يصيب الجهاز التنفسي، وبما أنه يصيب الجهاز التنفسي والناس اللي عندهم كرونيك ريسبيراتوري ديزيز هم أصلاً الرئة والجهاز التنفسي بتاعهم مضروب، فأغلبيتهم حيخشوا في اللي هن المشاكل أو المخاطر الكبيرة بكل، زي السبتيسيميا أو بما تعرف بالتسمم في الدم، الأكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، أو مثلاً النيمونيا أو اللي هو التهاب في الرئة. تمام، الكرونيك أوبستركتيف بلمونري ديزيز أو السي أو بي دي نحن قلنا عليه، اللي هو مرض الانسداد الرئوي المزمن. السي أو بي دي هو عبارة عن ضيق في التنفس في مجرى الهواء
ومنا نوعين سواء يعرف بالإنفيزيما أو الكرونيك برونكايتس. طبعا هذا يعتبر المرض هذا ثالث أكبر سبب في الموت في سنة 2019 بالذات، حيث أنه قتل حوالي 3.23 مليون شخص في سنة 2019 بروحه. شن المشاكل اللي ممكن يسببها الكوفيد على المرضى اللي عندهم COPD؟ في ستاديز أو دراسات واجد تكلمت على المشكلة هذه وقالت إن الناس اللي عندهم COPD معرضين بنسبة 3 إلى 4 مرات ضعفهم إنهم يخشوا في مشاكل خطيرة جدا، ونسب واجد وفيات صارت. قريب 11 دراسة تكلمت على الموضوع هذا وقالت إن المرضى اللي عندهم سواء منهم خشوا للICU أو مرضى منهم وصلت بهم إنهم الديزيز متاعهم أو المرض متاعهم تفاقم، أو مرضى واجد خشوا لأجهزة الانعاش الصناعية وواجدين منهم ماتوا. بالنسبة لثاني مشكلة اللي هي البرونكيال أزمة أو الأزمة. الأزمة زي ما احنا عارفين حتى هو ضيق في مجرى التنفس، وهذه تصيب للعيال الصغار أو الناس الكبار، ومنها تسمع اللي هو صوت التزواي أو بما يعرف نحن نقوله له الويزنج كميديكال تيرم. أخرى طبعا الأزمة في 2019 بروحها يعني حوالي 461 ألف شخص ماتوا منها، وهي أصلا صابت حوالي 262 مليون شخص في العالم. بيش المشاكل يسببها الكوفيد للأزماتيك بيشنتس؟ المشاكل هنا طبعا المشاكل اللي صارت طبعا بالكوفيد، المشاكل سببها الكوفيد للناس اللي عندهم أزمة، منهم الدراسات طبعا قسم النصين. في دراسات قالوا ان المشاكل خطيره جدا وواجدين منهم يخشوا للاي سي يو ويخشوا للميكانيكال فنتيليشن وحاجات اخرى، وفي واجدين قالوا لا اغلبيه الحالات ما تصير لهمش المشاكل هذينا. الدراسه الاولى لما تكلمت قالت ان ايش، ان الناس اللي عندهم الأزمة معرضين اكثر انهم هم يخشوا في سيفير كومبليكيشن يعني مشاكل خطيره جدا، وممكن توصلهم الى انهم يخشوا في اجهزه الانعاش الصناعيه، ومنهم اللي يحتاج انهم يقعدوا باستمرار مراقبه في المستشفى. الدراسه الثانيه اختلفت قالت لا بالعكس، الجماعه اللي عندهم الازمه ما يتعرضوش واجد للمشاكل هذينا، اغلبيتهم من يكونوا اغلبيتهم يكونوا كبار في السن حوالي 63 سنه او اكبر، او مثلا يكون مثلا عنده مشاكل قبل هيك زي مثلا السكر الضغط مشاكل السمنه، هذين كلهم يؤدن الى تفاقم الازمه عنده مع الكورونا ومنه يسبب الى موت، يسبب حاجات المشاكل الخطيره الثانيه. تكلم اخرى على الدراستين هذين اثنين تكلم على تاثير البخاخات متاعت الازمه او الكورتيزون، هل هي تسبب تفاقم في الحالة ولا لا؟ الدراسة الأولى قالت إن استعمال الكورتيزون خطير لجماعة الأزمة، وإنه واجد حالات خشت في مخاطر بسبب استعماله والمفروض أصلاً ما يستعملش. لكن الدراسة الثانية اختلفت قالت بالعكس، استعمال الكورتيزون كويس للحالات الأزمة، حيث لما أجروا الدراسة لقوا إن الناس اللي هم عندهم الأزمة يستعملوا في البخاخات متاعاتهم والكورتيزون ما خشوش للمستشفى عكس الناس اللي ما استعملوهنش، حالات الدخول عندهم كانت أكثر. البلمونري هايبرتنشن أو بما يعرف بالارتفاع الضغط في الرئة، تمام؟ شنو المشاكل اللي سببهن الكوفيد للجماعة البلمونري هايبرتنشن؟ لما داروا دراسة في أمريكا في حوالي 77 سنتر أو 77 مركز متخصص بالمرض هذا، لقوا أن حالات الوفاة للناس هذوما تعدد بنسبة 12%، هذا غير نسبة 33% من الناس اللي عندهم بلمونري هايبرتنشن خشوا للمستشفى. انترستيشيال لانج ديزيز او بما يعرف بامراض التليف الرئوي، مشاكل تصير طبعا الكوفيد، مشاكل سببها الكوفيد لجماعه الانترستيشيال لانج ديزيز، تمام. المشاكل طبعا هنا لما داروا الدراسه داروا مقارنه بين الناس اللي ما عندهمش تليف في الرئه وبين الناس اللي عندهم التليف، وهم الاثنين عندهم كورونا. فكانت اول حاجه ما نحتاج الاكسجين ثيرابي، اللي ما عندهمش نسبه 12% من الناس اللي ما عندهمش احتاجوا الاكسجين. نسبة 46% من الناس اللي عندهم interstitial lung disease احتاجوا إلى إيش؟ احتاجوا إلى أكسجين، تمام. بالنسبة للـ ICU admission أو دخول الـ ICU، اللي ما عندهمش خش بنسبة 2% بس، واللي عندهم طبعاً تليف خش بنسبة 10%.
الميكانيكال فنتليتر او التنفس الاصطناعي اللي هو ما عنده مشكله نسبه 1%، بينما اللي عندهم التليف كان 11% منهم احتاجوا الى تنفس اصطناعي. اخر حاجه اللي هو سيفير كوفيد كومبليكيشن او المشاكل اللي سببها كوفيد، حوالي 22% من اللي ما عندهمش انترستيشيال لانج ديزيز ما هم اللي صارت لهم الكومبليكيشن، لكن بنسبه 50% الشخص عنده تليف في الرئه خش في مشاكل خطيره جدا في الكوفيد. بالنسبه لليبيا، هنا في ليبيا ما عندناش دراسات واجد، ما عندناش ابحاث واجد ان نحن نتكلموا نحكوا على المخاطر والمشاكل متاعتهم، بس استنادا للابحاث والدراسات والاحصائيات اللي من برا نقدر نقول ان مشاكل زي هذينا وارده جدا انها تصير، وحالات واجد ان هي يصلها دخول المستشفى، وممكن حالات واجد تموت وهكي. وشكرا، هذين الريفرنسز نتاعتي. السلام عليكم ورحمة الله، أنا الطالب نجم مصطفى أبو شعالة في كلية الطب البشري سنة 5. إن شاء الله حنحكي على تأثير جائحة وباء كورونا على الصحة النفسية، وحنغطي إن شاء الله العوامل اللي ساهمت وشكلت الاضطرابات النفسية المتعلقة بوباء كورونا وأشكالها المختلفة، والاستدلال بدراسة مثبتة علمياً. زي ما شفنا في العالم إن فيروس كورونا أصاب الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز القلب والأوعية الدموية، الجهاز العصبي، ولكن لم تتوقف إصابته للجسد الفيزيائي أو المادي، بل أيضا أصاب جسد في غاية الأهمية وهو الجسد المشاعري أو الجسد النفسي، وبالذات الناس اللي كانوا من قبل يعانوا من اضطرابات نفسية أو يعانوا من حالات الإدمان وقف عائق وحاجز أمامهم. مش بس فيروس كورونا هو اللي سبب المشاكل هذينا، أيضا القوانين والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدول للحد من انتشار كورونا وتقليل عدد المصابين بفيروس كورونا أدى إلى زيادة عدد الحالات الاضطرابات النفسية. بمعنى كلما أنا حاولت نقلل عدد المصابين بكورونا كلما زادوا عدد المصابين بالاضطرابات النفسية. العلاقة عكسية، مش نفهم العلاقة العكسية، لازم نعرف العوامل التي ساهمت وكونت هذه الاضطرابات النفسية. فيروس كورونا يعتبر فيروس غريب ومستحدث بالنسبة للعالم، أوكي هو من عائلة معروفة مسبقا للأطباء، ولكن للعالم يعتبر مجهول وغريب. فالحال مع فيروس كورونا يعتبر مستقبل مجهول. المستقبل المجهول أثار مشاعر الخوف والقلق بالنسبة للناس، وأثار تساؤلات: هل حتصيبني كورونا؟ هل حتكون نهايتي وموتي على يد كورونا؟ هل حنفقد أحبائي بسبب كورونا؟ بالإضافة إلى فرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي والعزلة والإحساس بالوحدة وفقدان النشاطات الترفيهية زي النوادي والكافيهات والمطاعم والأندية الرياضية اللي كانت تفريغ للطاقة السلبية، ومع تدهور الوضع الاقتصادي للدول والعالم وفقدان الوظائف بشكل مؤقت أو دائم بالنسبة للأفراد، في ناس كانت معتمدة على الخروج من المنزل في تلبية الاحتياجات للفرد اليومي، فلذلك حياة في كورونا تغيرت بين يوم وليلة. هذا وضع تحديات للناس للتأقلم والتكيف مع روتين الحياة الجديدة وخلق كمية فراغ كبيرة، أحيانا تؤدي إلى عادات غير صحية وغير صحيحة بالكامل كالتدخين والتعاطي المخدرات. أيضا تضخيم الإعلامي لعدد حالة كورونا والترويج للإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي أربك الناس وخلق ترويع للأنفس. لا ننسى طبعا الجيش الأبيض والعاملين بقطاع الصحة، للعالم كله حط عليهم مسؤوليته ضغط بزيادة، تركوا أبنائهم وأهليهم وراءهم ونزلوا للجبهات وللمستشفيات للتصدي لهذه الجائحة، بالإضافة إلى الوصمة العار الاجتماعية التي وضعوها على مصابين كورونا، يعني كأن مصاب كورونا دير شيء عار لدرجة التكتم حتى أن هذا مصاب بكورونا. هذين كل العوامل اللي فجأة طلعا في كورونا أدى إلى تكوين اضطرابات نفسية بأشكال مختلفة، أهمهن الوسواس القهري. الوسواس القهري هو عبارة عن أفكار وسواسية قهرية ملحة غير مستطاع السيطرة عليها من قبل الفرد. على سبيل المثال، أنا سلمت على فلان، فلان هذا يده فيه كورونا ونقل لي كورونا، فلان هذا كح جنبي وهو عنده كورونا، أنا لمست السطح الفلاني فيه كورونا، فتحت
الباب فيه كورونا. الوسواس هذينا حتخلق له شعور بعدم الارتياح والقلق والتوتر اللي ما يقدرش يتخلص من هذا الشعور إلا بأفعال قهرية يجبر عليه كغسل الإيدين والهوس بالتنظيف وبخ الكحول على اليدين. فلما يدير الأفعال هذين يشعر بالارتياح المؤقت وتعود سرعان ما تعود إليه الأفكار هذين من جديد، فيجد في هذه الحلقة المفرغة إلى ما لا نهاية. فاللحظة تصرفات على الشخص زي يغسل يديه 15 مرة في الساعة أو يجد مهووس بالتنظيف في كل الوقت، بالإضافة إلى إن العصبية هذه حتترجم إلى نرفزة وعصبية يمارسها على أفراد الأسرة، فازدياد في حالات العنف الأسري والطلاق والمشاكل العائلية. للأسف كورونا نسبة إصابتها الأكثر من فرد في الأسرة عالية، ونسبة موت أكثر من فرد في الأسرة برضو عالية، فلذلك الشعور بالفقد والحزن اتجاه الأموات حيكون عظيم وخلق اكتئاب أعظم. ممكن يجيني باضطرابات في النوم كالأرق، يجد الإنسان صعوبة في دخول في مراحل النوم، أو يجيب بشكل نوم متقطع، يعني يرقد ساعتين ثلاثة ينوض، يرقد ساعتين ثلاثة ينوض. عدم الحصول على نوم مريح كافي متواصل يلبي احتياجاته الجسدية والنفسية. طبعا كل هذه الاضطرابات والمشاعر واختلاط المشاعر السلبية، الإنسان ممكن يتبع أي طرق من أجل تخفيف من هذه الألام النفسية، فممكن يلجأ إلى طرق غير صحية وصحيحة كالإدمان وتعاطي الكحول، أو يقرر الخروج والهروب من بوابة العالم عن طريق الانتحار. هذه دراسة تمت في العالم إن الوباء أو جائحة كورونا أوقفت وعطلت الخدمات الصحية النفسية الحرجة في أكثر من 93% من دول العالم، بينما الاحتياج للطب النفسي ازداد في هذه الفترة. الدراسات أوضحت في أمريكا إن من كل 10 بالغين 4 يعانون من أعراض الاكتئاب والقلق وصعوبات في النوم 36%، بينما ازدياد عدد المتعاطيين والمدمنين ب 12% خلال هذه الجائحة. والدراسات وضحت أن النساء أكثر تشاؤما من الرجال، بحيث أن 74% من النساء كانوا يعانوا من القلق والتوتر، و 83% يعانوا من الرجال في الاكتئاب والتوتر، فالنساء كانوا الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية. وأكثر سن أوضحت المشاكل والإدمان والأرق والاضطرابات ما بين 18-24 اللي هم فئة البالغين أو المراهقين. توصيتي لكم أن الجميل في كورونا أنه يصيب جميع العالم بجميع الدول والجنسيات والأعراق والأديان، فلذلك يجب إظهار التعاطف والدعم وتقديم الدعم والرعاية للمصابين، وتذكير أحبائنا أن نحن موجودين من أجلهم، والتعامل مع والتعلم التعامل مع الاسترس والضغوطات والاضطرابات بشكل صحيح. وفي حال الشعور أن الأمور قد خرجت عن السيطرة لا تتردد ولا تشعر بالعار في طلب الاستشارات النفسية من أهل الاختصاص. وشكرا. السلام عليكم، أنا الطالبة غادة سليمان شديدي، طالبة في سنة خامسة كلية الطب البشري في جامعة العربية الدولية. اليوم حنحكي على تأثير كورونا على المرأة الحامل أو على الحمل بصفة عامة. حنحكي البوينتس اوف ديسكشن او النقاط اللي حنتناولهن اليوم هو تاثير الكورونا على الحمل، الفيروس كورونا كيف يظهر على المراه الحامل اذا كانت هي حامله للفيروس او لا، واخر شيء حنحكي على الكورونا فيروس وعلاقته بالرضاعه الطبيعيه. اول شيء، المراه الحامل اذا كانت مصابه بفيروس كورونا حيظهر عليها اعراض، الأعراض هذين سواء كانت كحة، سواء كانت حرارة، سواء كان ألم في العضلات، سواء كان ضمور عام أو تعب أو إرهاق، أو مرات تجيب أعراض مصاحبة كيف ترجيع أو إسهال. أعراض الحاجات اللي نشوفوهن بالمعمل كيف حنلقوا عندها زيادة في كريات الدم البيضاء، وحنلقوا عندها برضو نقص في نوع معين من كريات الدم، هذا تعتبر معينة أو مخصصة لمرضى الكوفيد، ونلقوا زيادة في مؤشرات الالتهابات عندها. أول حاجة بنحكي عليها إن المرأة الحامل ما يزيدش ما عندهاش احتمالية إن إصابة بالفيروس كورونا أكثر من بقية الناس، نفس النسبة في نسبة الإصابة بالفيروس، ولكن لو المرأة الحامل أصيبت بفيروس كورونا نسبة إن هي تعرض في فترة الحمل الأولى اللي هن أول 3 شهور للإجهاض أو موت الجنين داخل بطنها تزيد.
المرأة الحامل إذا تعرضت لكورونا في المراحل الأخيرة من الحمل اللي هن بعد أول ثلاث شهور أو أول خمس شهور حيكون عندها زيادة في إصابتها بضغط الحمل وزيادة عليك إصابتها بخسران الجنين أو نقص نمو أو ضمور نمو الجنين داخل بطنها. في حاجة معينة بنحكي عليها اللي هي هل فيروس كورونا ينتقل من الأم إلى الجنين داخل الرحم أو لا؟ هذه دراسات قالت إنه هو ما ينتقلش، هذا ما يعرف بالvertical transmission اللي هو من جسم الأم إلى الجنين عن طريق الرحم أو عن طريق الدورة الدموية بين الأم والجنين، فما ينتقلش بيناتهم. في كثير من الناس يسألوا سواء كان في المستشفيات سواء كان يسألوا في دكاترة الجيني أو الأوبستاتريك هل الأم الحاملة لفيروس كورونا أو المريضة بكوفيد 19 بعد لما تجيب هل هي عادي ترضع جنين البيبي أو ما ترضعش؟ فالدراسات قالت إن فيروس كورونا ما يمنعش الرضاعة الطبيعية، بالعكس هو ينصح بالرضاعة الطبيعية للأم، بس لو كانت هي يعني مثلا في critical illness ولا لو كانت قاعدة في العناية أو هيك ينصح إن هي تستخدم المضخات لضخ الحليب، أو لو كانت هي في حالة صحية جيدة تستخدم good hygiene، تغسل يديها كويس، تعقمهن قبل ما تمسك البيبي متاعها، وتلبس surgical mask عشان نسبة انتقال الفيروس عن طريق الرذاذ أو عن طريق الهواء تكون أقل من الأم للطفل. ولكن ينصح ويشجع أن المرأة المرضع أن هي ترضع ولدها في حال إصابتها فيروس كورونا. في النهاية أحب نقول إن المرأة الحامل ما عندهاش نسبة إصابة أكثر من الإنسان الطبيعي أو العادي أو المرأة الغير حامل بفيروس كورونا، إن أعراضها مش أكثر خطورة، ولكن لأنها هي حامل ولأن الوضع الصحي أكثر يعني جدية فتؤخذ على محمل الجد أكثر من المريض العادي. إن ينصح المرأة الحامل إن هي دير الرياضة، تشرب مية واجد، تقعد هايدريتد، تاخذ البروفايلاكسز اللي ينصحوهم بيهن الأطباء متاعها زي متاعات السيولة والكورتيزول عشان هذينا يقللن من نسبة إصابتها بالتجلطات ويزيدن من نسبة حفاظها على صحتها في حال إن هي كانت واخذة فيروس كورونا. آخر حاجة نبي نقولها إن التطعيم إنه هو كويس بكل الحامل، مش مضر للحامل. في حالة إن هي أخذت التطعيمتين حيكون نسبة إصابتها بالفيروس ما تقل شوية، ولكن المخاطر أو المضاعفات متاعها يقلن بنسبة أكثر. في النهاية stay safe you and your baby and thank you. السلام عليكم، أنا إبراهيم حسين هدار، طالب طب في سنة خامسة، واليوم حندو على تأثير الكورونا على أطفالي، هو effects of COVID on children. طبعاً لما الواحد يفكر في كورونا عادة يفكروا في المشكلة اللي سببها الفيروس نفسه لما يصيب شخص، مشاكل التنفس والحاجات هذنا، بس بالذات لما بحثوا في الأطفال لازم بحثوا في أكثر من تأثير، يعني المشاكل الصحية اللي سببها كورونا دغري، المشاكل الصحية اللي سببتها سبب وباء كورونا. عشان يا اما المستشفيات سكرا، يا اما الهل مش يقدروا خايفين يشيلوا عيالهم من المستشفى حاجتها فينا، المشاكل امتعت اللي حيسببهن ان الواحد معاش يطلع، التباعد الاجتماعي والحاجات فينا، ان الطفل يقدر يجلس في الحوش، مشاكل السمنه والحاجات فينا، المشاكل النفسيه. طبعا وباء الكورونا هذا قاعد على الاخبار في كل مكان، على التلفزيون، على الراديو، على النت، كل واحد يسمع به حيخاف على هاله وحاجات فينا كلهن. هنبحثوا في المشاكل التعليم، المدارس كيف تسكران، يقعدوا سنة بلا ما يقروا العيال وحاجتها بنا كلهن. وآخر حاجة حدوا عليها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي تسبب فينا الفيروس. تمام، أول حاجة حدوا عليها هي المشاكل الصحية. طبعاً كلكم كده سمعتوا إن الأطفال يعانوا أقل من المشاكل الصحية، يعني في دراسة في أكثر من 80 دولة لقوا إن 0.3% بس من الناس اللي توفوا من كورونا كانوا أطفال. هيك إيش قلنا نحن لما نبحثوا في التأثير متاع الوباء على الأطفال لازم نبحثوا على أكثر من حاجة. لكن في مشكلة واحدة تصير مع الأطفال بعد إن جيهم الكورونا، هي حاجة اسمها المولتي سيستم انفلاماتوري سيندروم، اللي هو تكون مشكلة تأثر على أكثر من عضو في الجسم، والأهم الأعراض لها هي تكون ألم في المعدة، حرارة،
الانحراف العيون وتكون عنده طفع جلدي، وهذين الحجم هم يحسبوا فيه حتى ايمرجنسي يعني حاله طارئه. الحاجات هذين قالوا يسموا فيه اللونج كوفيد، اللي تاثيرات اللي جن للناس اللي يعني جاتهم كورونا ويجوا بعدها بشهر بشهرين بمشاكل وما فيش لهم سبب غير ان جاتهم كورونا من قبل. مشاكل كبيره واجهت الناس كلهم بالذات الاطفال هي كاينه انهم يعدوا المستشفيات، العيل يقعد مريض وهلا يقعد خايفين انه يشيلوا المستشفى، يقول العيل حصل كورونا لو نشيلها المستشفى، ولا المستشفى نفسه يقعد مليان ما فيش مكان يستقبل فيها حالات. في حتى يعني مستشفى في دوله كيف امريكا لقوا ان نسبه الاطفال اللي يجوا في الطوارئ تاع الاطفال نقصت 51%، يعني هذوما كلهم اطفال يقعدوا في الحوش، اللي عنده ازمه اللي عنده مشكله في التنفس اي حاجه ما يقدرش يشيلوا المستشفيات، يا اما خايفين يا اما المستشفى ما يقدرش ياخذ كميه معينه من الناس. طبعا عدم الخروج من الحوش الحجر الصحي وهكي حيخلي ان العيال ماش عندهم مدارس وهكي. طبعا ما فيش دراسه هذه دارت دغري، بس هي معروفه في دراسات معروفه ان كل ما تكون عطله الصيف ولا اي عطله اطول تزيد نسبه السمنه في الاطفال، هذه الدراسه معروفه وديما دارينها. فتو متوقعين ان دراسه وقفت لمده سنه ولا اللي هي لمده سنه ولا هي، فخلاص متوقعين ان نسبه السمنه حتقعد عاليه. طبعا من اكبر المشاكل اللي حيواجهوها الاطفال في الكورونا هي مشاكل نفسيه، كما قلنا نحن في التلفزيون الاخبار في كل مكان يحقوا في الكورونا يحقوا في الاخبار الناس يموتوا، يسمعوا ان الناس الكبار هم اللي تاثروا واجد منها، فحيخافوا على احبائهم هلهم جدودهم يحقوا فيهم كبار، في العيال طبعا حيفقدوا ناس احباء لهم، طبعا حتاثر على المشاكل حتاثر عليهم نفسيا بالذات على المدى الطويل، وهذه واحده من اكبر المشاكل حتواجه الاطفال بالذات في اللونج تيرم يعني في السنين الجايات. طبعا التعليم في ليبيا من قبل حتى الكورونا عارفين ان كان في مشاكل بالذات للصغار، ومع الكورونا المدارس سكرا، يعني ما فيش دراسه دغري في ليبيا، بس اليونيسف لقوا ان 168 مليون طفل عدت سنه دراسيه بلا ما يقرا، ولقين ان واحد في كل ثلاث اطفال ما قدرش يخش على الاونلاين، يعني هي فوق ال 450 طفل 463 مليون بالضبط. اخر حاجه عنده عليها هي المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه لسبب سببتها الوباء. طبعا ما فيش اخر دراسه مديره هنا بالضبط، بس كيف نفس الوحدين يونيسف لقوا ان فوق ال 140 مليون طفل حينزلوا تحت خط الفقر بسبب الوباء. طبعا في حاجه اسمها الكريتيكال نيسيسيتي اللي هم حاطينها اليونيسف، اللي هي حاجات ضروري يكون متوفرات للطفل، دراسه، الميه النظيفه، الوكال، التعليم. لقوا من زمان هي قبل الكورونا 47% من الاطفال ما كانش عندهم الحاجه هذه في 70 دوله، ومتوقعين بعد الوباء بسبب الوباء حيزيدوا 150 مليون طفل اخر، حيرجع النسبه لعند 55%. وهذه المصادر، وشكرا لاستماعكم. السلام عليكم، انا الطالبه رنا عبد الله الدرسي سنه خامسه كليه الطب البشري. اليوم حيكون الموضوع بتاعنا معكم حنشوفوا التاثير بتاع كوفيد 19 على الدكاتره من الناحيه النفسيه ومن ناحيه الارهاق الذهني اللي يصير للدكاتره. تمام، اول حاجه شنو الحاجات اللي حنحكوا عليها؟ حنحكوا بصفه عامه شنو التاثير النفسي الكوفيد على الدكاتره. النقطة الثانية اللي حنحكوها هنشوفوا العلاقة بين العمر بتاع الدكتور والتأثير النفسي اللي ممكن يصير للدكتور. تمام، النقطة الثالثة اللي حنحكوا عليها شنو الحاجات اللي ممكن نديروها باش نقللوا بيها التأثير هذا اللي ممكن يصير، وهل هو ممكن يتقلل أصلا أو لا. تمام، أول حاجة أغلب الدراسات اللي طلعت حكوا على التأثير المرضي الجسدي اللي ممكن يصير للمجتمع بصفة عامة وللدكتور من كوفيد. تمام، بس ونحن عندنا هنا ما كانش في دراسات واضحة ورسمية ناقشت التأثير النفسي بتاع كوفيد على الدكاترة، بس كمعلومات خذيناها بطريقة شفهية كانت متقاربة جدا من الدراسات اللي اندارت في الخارج، وكانت النتيجة إلى حد ما قريبة. حنحكوا على وعارفين طبعا ان الدكاتره من هم اكثر الناس معرضين للارهاق النفسي او الارهاق الذهني اللي هو ممكن يسربهم بسبب قربهم من حالات الكورونا والرعايه لها. تمام، شنو هن المخاطر اللي وصلا ان تصير عندنا ارهاق ذهني او يصير عندنا امراض نفسيه للدكاتره؟ اول حاجه المخاطر بتاع انك انت تصير لك العدوى من اساسه بسبب قربك من الحالات، هذه بروحها يأثر نفسياً على الدكاترة. الشعور بالعجز في عدم مساعدة المرضى اللي الدكاترة قاعدين يعانوا فيهن، هذا بروحها ممكن يأثر عليه.
فقدان الدعم للدكاترة سواء من المجتمع أو من الأهل بسبب بعدهم لهم وخوفهم عليهم، فما يقدروش حتى يقدموا الدعم لهم، والمخاطر أو نقولوا مثلا المشاكل المعنوية اللي ممكن تصيرها بسبب وجودهم في الحجر في المستشفيات الأشهر بدون أي تواصل اجتماعي. هذه دراسة اندارت على حوالي 230 هيلث وركر، يشمل الممرضين، يشمل الدكاترة، يشمل العاملين في المستشفى بصفة عامة، مش خاصة بالدكاترة بالضبط. 53 نفر منهم أو ما يعدى 23% كانوا معرضين للمشاكل النفسية. من ضمنها شنو؟ حيكون الانكزايتي أو نقوله مثلا معنى الوضع التوتر اللي هم قاعدين فيه يوصل من 22% إلى 44%. الأمراض أو الضغط، الأمراض الضغط اللي هم قاعدين فيها من 27% إلى 71%. الأمراض الاكتئاب توصل لدرجة 50%. والإنسوميا أو بمعنى مشاكل في النوم أو قلق في النوم بنسبة 34%. تمام. هنا في دراسات أثبتت أن في علاقة بين أنه هو الدكتور يكون اللباس الوقائي بتاعه كامل وممتاز لها علاقة بمدى تعرضه الأمراض النفسية، أو لها علاقة إن دخوله في anxiety وstress وانسوميا وهيك. إن الدكاترة اللي أقل اللي لبسهم مش ول ومش لابسين البروتكتد غير بتاعهم بطريقة صحيحة وسليمة وكاملة هيكونوا معرضين لأمراض نفسية أكثر من الدكاترة اللي لابسينها بالكامل أو متوفر عندهم بالكامل. وهذه من الحاجات اللي صارت عندنا نحن هنا في ليبيا، إن مش متوفر البروتكتيف غير بتاعنا بطريقة كاملة، فيكونوا الدكاترة معرضين للرزق أكثر إنهم يخشوا في أمراض أو ستريس نفسي. العلاقة بين العمر وبين الرزق of psychological effect أو mental exhaustion، إن قالوا إن لأقل من 55 سنة هيكون لأكثر من 55 سنة معرضين إن هم يصير لهم physiological or physical problem أكثر من إن هي mental or psychological problem، while إن بين 33 وبين 36 سنة هيكونوا معرضين أكثر إن هم يصير لهم psychological أو mental exhaustion. تمام. شنو الحاجات اللي ممكن نديروها باش نقللوا بيها الافكت او سايكولوجيكال امباكت بتاعنا اللي ممكن يصير على الدكاتره؟ بروفايدنج ا براكتيكال سبورت، هذه ما بمعنى اننا يكون عندي تيم كبير من الدكاتره، بحيث ان الضغط ما يكونش قاعد على دكتور معين او قاعد على تيم معين. ان لما يكون الشغل موزع على الدكاتره عددهم كبير حيكون الاحساس بالضغط اقل وامراضهم النفسيه ممكن تكون اقل، لان هم حاسين ان الشغل مش عليهم هم بروح، في عدد كافي من الدكاترة قادرين يستلموا الشغل هذا ويعوضوا النقص. إنه يكون مثلا يكون النقطة الثانية إنه مثلا نشوف من عندي المرضى مثلا زي ما قلنا اللي أكثر من 55 سنة معرضين أكثر إن هم يصير لهم physical exhaustion، فمثلا اللي أكثر من 55 سنة ما نحطهمش في front line health worker للمرضى الكورونا، أو ما نحطهمش معنا ما نحطهمش في خط الدفاع الأول الكورونا، نختار اللي سنهم أقل من هيك. الناس اللي عندهم مثلا اللي عندهم من قبل أمراض نفسية أو معرضين من قبل للاكتئاب، نحاول إني ما نحطهمش في خط الدفاع الأول المرضى كورونا. النقطة الأخيرة إن نوفر في حالة لو صار عندي أي دكتور عانى من أي أمراض أو عانى من أي مشاكل، نوفر سبل العناية له للدكتور هذا من ناحية نفسية، من ناحية دكاترة نفسيين يكونوا متوفرين في المستشفى، ومن ناحية علاجية. يعني هذا الريفرنس بتاعي وشكرا. السلام عليكم، أنا طالب تميم الزوي ومع زملاء إن شاء الله هنشرح محاضرة على اللقاح الكورونا وشنو أهميتها، كيف العمل اللقاح وشنو هو النظام أو برنامج التطعيم في بنغازي. طبعاً عارفين إحنا الكورونا فيروس كيف ما هي بدأت في الواضحة في الصورة، إن هي بدأت من مدينة ووهان في الصين، وبدأت في الانتشار في العالم كله، وبدأ العالم كله يخش في مراحل الجائحة
وهنا عندنا لازم عرفنا والجميع التركيز كله على كيفية تحدث من انتشار الفيروس في العالم كله، وهنا بدينا في مواضيع التطعيم وخشينا في المواضيع التطعيم. طبعا شنو هو التطعيم؟ التطعيم نفسه هو عبارة عن طبعا مكونات بروتينية متكون من مستخلصة من فيروس، من جينات الفيروس أو بروتينات الفيروس أو الفيروس هو نفسه غير الفيروس غير فعال. هذه عادة أعطوها لجسم الإنسان، جسم الإنسان هو يدينا السم المضادة ضد البروتينات هذنا، السم المضادة هذنا عادة يحمن أي شخص إنه هو يتعرض للكورونا فيروس، يحمن لك أنت وما تأخذ تطعيم، يحمن أي شخص ماك واحد آخر في المجتمع، يحمن هلك ويحمن نفسك. والأهم من كذا والأهم من هذا كله إن التطعيم نفسه هذا ينقص من قدرة الانتشار الفيروس في جسم الإنسان، وينقص من كثرة الميوتيشنز أو نقول الطفرات الجينية في الفيروس. وهذه طبعا الميوتيشن هو السبب الأساسي إن الفيروس يكتسب مناعة أو يكتسب مقاومة ضد الفاكسين نفسه أو ضد اللقاح نفسه. بسؤال مهم جدا يسألوا فيه معظم الناس، هل اللقاحات آمنة أو لا؟ اللقاحات آمنة ولا لا؟ طبعا اللقاح لازم هو يتم فحصها في مراحل عديدة، في مراحل ما قبل السريرية ومراحل السريرية. مراحل قبل السريرية عادة تصير في الحيوانات، لكن في السريرية عادة يجوا ناس متطوعين، وعادة أول سؤال لازم نجاوب عليه في مراحل السريرية هو اللي هو نقول لك clinical trial 1، إن هو هل الفيروس هل اللقاح نفسه هذا هل هو آمن أو لا؟ فمعظم اللقاحات المتوفرة حاليا في بنغازي كلن آمنات وكلن اجتاز المرحلة الأولى هي الآمن ولا لا، اجتاز المرحلة الثانية هو فعال ولا لا، واجتاز المرحلة الثالثة إن نلقوا في ناس متحسنين أكثر من الناس أو تحسن في الناس أكثر من الناس ما خذوش أي تطعيمات. طبعا اليوم نحكي أكثر عن اللقاح الصيني أو اللي هو الساينوفارم. شنو هو الساينوفارم؟ الساينوفارم هو طبعا هو لقاح صيني جاي من مدينة سانفيا باكين أو سانفيا بيجيني، وسانفيا البيب أو الاختصار هو البيجيني زي ما قلنا باي انستيتيوت باي برودكت. وعادة اللقاح هذا هو عبارة عن فيروس، لكن هو الفيروس نفسه غير فعال، الفيروس نفسه هذا غير فعال أو غير مفعل. هذا الفيروس الأساسي، هذا الفيروس الأساسي الكورونا فيروس، استخلصناه فيروس كامل بالجينات بتاعه بالبروتينات بتاعه. باش نصنع اللقاح الصيني لازم نحن ناخذ عينات أكثر، فناخذ الفيروس نفسه نزرعوه في مزرعة باش ناخذ عدد أكثر من الفيروس الأساسي الأصلي هو الكورونا فيروس. بعدها الفيروس الأساسي أو الأصلي هو الكورونا فيروس لازم نخلوه غير مفعل، نخلوه فيه بروتينات لكن غير مفعل، إن هو مش قادر إن هو يتكاثر كيف قبل. كيف نخلوه غير مفعل؟ عن طريق نضيفه مادة كيميائية نسوي فيها بيتا برو برو لايك برو برو بايولاكتون. البيتا برو بايولاكتون عادة يخلي الفيروس نفسه غير فعال، والفيروس غير فعال هذا عادة نأخذه في شكل لقاح طبعا، وطبعا ندرو له طبعا انجكشنز أو ندرو له طبعا زي التطعيم في الخلايا الجسم الإنسان عادية. طبعا جسم غريبة، الفيروس نفسه هو جسم غريب فيحفز المناعة مش تعطينا أجسام مضادة، والأجسام المضادة لنا عادة إننا اللي يحمل الشخص من الفيروس نفسه ويحمل المجتمع ويحمل أهلك ويحمل نفسك. طبعا في سؤال مهم بكل إنه هو الفيروس غير فعال، شنو الضمان إنه فيروس غير فعال؟ ما ممكن يكون فيروس فعال، ففي المعامل شي يديروا في المعامل يأخذوا في الفيروس غير فعال ويتم إعادة يتم إعادة زرعه في المزرعة اللي ما فيهاش أي فيروس، فيلقوا إن الفيروس غير فعال عندهش أي قدرة إنه يتكاثر كيف قبل من قبل. فيك يأكدوا المعامل ويأكدوا المعامل الصينية إن الفيروس هذا غير فعال ومش هيقدر يسبب لك بأي كورونا فيروس، يعني اللقاح مش هيقدر يدي لك كورونا فيروس لأن الفيروس اللي جاي في اللقاح 100% غير فعال، مش قادر على إنه يتكاثر، هي عبارة عن بروتينات فقط. فالسؤال مهم جدا، شنو هو الإفكت أو إفكتيفنس أوف ذا ساينوفارمز؟ كم نسبته هو فعال؟ هل هو إفكتيف أو لا؟ هل هو فعال أو لا في جسم الإنسان؟ لقوا ان 79% يحسن من جسم المناعه وهذه حاجه كويسه، و79% ديما خير من بلاش، وكل بصفه عامه بجميع اللقاحات كل فعالات وكل الممتازات قالها في حاليا في بنغازي من الساينوفارم توحين. هذا هو الساينوفارم لقوا فيه هو النسبه بتاع 79% زي ما قلنا جسم فعال او اللقاح فعال. شنو الاعراض الجانبيه للقاح الصيني؟ والله في اعراض ديما مشتهره وعاده اعراض ان ممكن يجي الناس يخافوا ان هو جاتهم كورونا بعد اللقاح، لكن هي مش كورونا. شنو الأعراض ذلنا؟ ممكن يجيك بحرارة، يجيك بصداع، يجيك بألم في العضلات، يجيك بكحة، ممكن يكون عنده حساسية من اللقاح نفسه، وممكن يجيك بألم ويجيك في انتخفاخات في مكان الحقنة نفسها. طبعا هذه الأعراض عادية جدا، بالعكس انت قاعد تكتسب في مناعة، وهذه أعراض مهمة جدا، يعني حتى الجسم حتى الدول الغربية باش يقولوا علينا أعراض جانبية، لا قالوا أعراض مهمة. ليش أعراض مهمة؟ لأن انت هيك جسمك قاعد يحارب وجسمك قاعد يكتسب في مناعة ضد البروتينات الفيروس الحقيقية. إن الحرارة طبعاً صداع.
لكن هل في اعراض جانبيه خطيره؟ في اعراض جانبيه خطيره، لكن نادر 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 جدا، اقل من 1 كل 10,000 شخص، اقل من 1 كل 10,000 شخص ممكن يجن اعراض في العصب السابع، ممكن يجن اعراض او تجلطات في الدم، وممكن يصير التهابات في الدماغ، لكن بنسبه ضئيله جدا. ولحد الان اللقاح الصيني اللي هو اساسا مكون من جرعتين، الجرعه الاولى وبينات طبعا 3 أسابيع، والجرعه الثانيه. لحد الان في بنغازي لم يتم تسجيل اي عرض خطير جدا على اللقاح الصيني، وشكرا. السلام عليكم، انا علي تروني، طالب سنه رابعه في جامعه دوليه. ان شاء الله اليوم حنتكلموا على تطعيمه استرازينيكا، حنعرفوا مع بعضنا كيف تشتغل وشنو الاعراض الجانبيه متاعتها، امتى حناخذوا الجرعه الثانيه، وكم تطعيمه وصلت ليبيا، وكم عدد الدول اللي طعمن، واهم حاجه هل هي امنه او لا. اول حاجه نبدا تطعيم استرازينيكا، زي ما كنا نعرف هي تطعيمه بريطانيه، نزلت في اواخر السنه الماضيه وبدايه السنه هذه، نزلت في فتره كانت بريطانيا فيها كانت في عندها تعاني من ازمه اقتصاديه وازمه صحيه كبيره بكل، فاول ما نزلت بدوا يشتغلوا بها. بس في البدايه نعرفوا كيف تشتغل هي التطعيمات. تطعيمه ببساطه شديده، شنو يدير؟ ياخذوا في الجين نتاع الفيروس اللي هو كورونا، ويحطوا فيه في فيروس واحد اخر اللي هو فيروس اللي يقولوا كومن كولد او البرد اللي يجينا كل سنه، هو فيروس اضعف بواجد واعراضه فيه 70. فهم في البدايه خدوا الجين هذا وحطوه في الفيروس، في الفيروس اللي هو الكومن كولد او البرد، وعشان يختبروه عشان يعرفوا ان هو امن ولا لا، هم حطوه اول حاجه على الجربوه على الحيوانات. من حيوانات جربون علينا هنا الشمبانزي، حطوها في الشمبانزي. ليش؟ لان مناعتها تكون اضعف بواجد من مناعه الانسان، فاي فيروس حتى لو كان يعني مثلا قوي او حتى ضعيف للانسان فاحتمال يكون قاتل. فعشان يتاكدوا من ان هو امن التطعيم هذه 100%، جربوها على الشمبانزي وطلعت ان هي امنه وما فيهاش اعراض قاتله. ومن بعدها خذوها وبدوا يطعموا فيها في بريطانيا، خذوها للناس اللي هي اكبر سنا. في البدايه زي ما قلت انا ياخذوا في زي الجين نتاع التطعيمه ويحطوها في الفيروس هذا، وبعدين يعطوه الانسان. بعد ما يخش لجسم الانسان هيتعامل دغري مع المناعه نتاعته. المناعه في البدايه حتاخذ عليه وحتطلعنا شويه اعراض زي الحراره والبرد، بس هذينا حينتهي ان شاء الله في يوم نتكلموا عليهم بعدين. بس المهم ان المناعه تاعتك حتعرف الفيروس هذا، فبعد ما يجيك الفيروس اللي هو الاساسي اللي هو التطعيم اللي هو الكورونا في حد ذاته حيتعامل معه بطريقة أفضل، واحتمال كبير ما يطلع لكش ولا أعراض عليه، وكان طلعت أعراض حتطلع عليه خفيف بكل. توا حنعرف مع بعضنا إنه هو كيف أو مدى فعاليته، هل هو فعال ولا لا. طبعا فعاليته حسب منظمة الصحة العالمية تصل إلى 63%. طبعا تم تأكيد عليه هذا عن طريق المنظمة الأوروبية للمنظمة الصحية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية. الحاجة الأخرى نعرفوها هي أمتى نطعمه جرعة ثانية. في ناس واجد تسأل السؤال هذا. الجرعة الثانية يفضل على حسب كلام منظمة الصحة العالمية إنها تأخذ من بعد 8 أسابيع إلى 12 أسبوع، يعني من 2 شهور إلى 3 شهور كأقصى حد. ليش؟ لأن من بعد التطعيمة الأولى كل ما زادت الفترة اللي تأخذ فيها التطعيمة الثانية، كل ما بدأت الفترة كل ما كان أفضل. الجوا كيف في دراسات تاعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الأوروبية إن كل ما تأخذها مثلا بعد 2 شهر أو بعد شهور يكون بعد 3 شهور يكون أفضل بواجد من أنك تأخذها من بعد مثلا 1 شهر أو 1 أسبوع. حنتكلم توا اللي هي آمنة ولا لا. على حسب منظمة كلام منظمة الصحة الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية الاثنين قالت إن هي آمنة جدا، وإن هي يفضل إن الناس ياخذوها من أعمارهم 18 وفوق. توا مع بعضنا حنعرفوا شنو هن الأعراض متاعتها. الأعراض متاعتها ما يختلفنش عن باقي أعراض الفيروسات التطعيمات الأخرى، حيكون صداع، شوية حرارة، خمول في جسم، حيكون ألم في شوية في المفاصل، وحتكون عندنا مثلا زي ما قلنا في شوية رعشة أو إغماء، عرفت. آخر حاجة حنتكلموا عليها واللي هي كم دولة خدت التطعيمة. حسب كلام المنظمة الصحية العالمية أكثر من 83 دولة خدت أو استقبلت تطعيمة أسترازينكا. في ليبيا استقبلوا منها بس 200 او هذه في بدايه التطعيمه استقبلوا منها 292 و800 الف. هذه في اول دفعه جت من استرازينيكا في اخر شهر 5.
حاليا من يومين فاتا كانت او بتاريخ 30 ديسمبر خدات جاء وصل للمعتيقة 240 ألف جرعة أخرى. شكرا لسماعكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هبة بشير علي، طبيبة امتياز خريجة من كلية الطب البشري جامعة ليبيا الدولية. اليوم الموضوع اللي حنتناوله وحنحكي لكم عليه اللي هو نوع من أنواع اللقاحات واللي احنا أغلبنا في ليبيا خديناه هنا، اللي هو اللقاح الروسي أو المعروف بالسبوتنيك في أو سبوتنيك فايف. طبعا يطلق عليه اسم آخر واللي هو جام كوفيد فاكسين. اللقاح الروسي هذا أول لقاح اعتمد رسميا وأطلقته روسيا ضد فيروس كورونا. طبعا جاء اسمه استنادا على قمر، أول قمر صناعي روسي في عام 1957. الآلية اللي يستخدم فيها السبوتنيك أو اللقاح الروسي اللي هي كانت Human Adenovirus Vector Platform، واللي هي المقصود بها الفيروسات الناقلة أو اللي هن المعتمد على الفيروسات الغدنية. طبعا وحنعرفوا لقدام شنو المقصود بالكلام هذا. اعتمدتها أكثر من 70 دولة واللي هي يبلغ عددها حوالي أكثر من 4 مليار. طبعا السبوتنيك او اللقاح الروسي يتميز عن غيره من اللقاحات. طبعا كل اللقاحات يعطوا في 2 دوز، يعني جرعه اولى جرعه ثانيه. اللي يميز السبوتنيك انه هو يستخدم في شيء اسمه نواقل الفيروسات، بمعنى ان الناقل اللي يستخدمه في الجرعه الاولى يختلف تماما عن الجرعه الثانيه، هذا اللي خلاه يثبت فعاليته. طبعا كيف جت الفكره؟ هم استخدموا فيروس مضاعف، الفيروس هذا يسبب الانفلونزا عند البشر، ما يسببش اي مرض خطير، نزعوا منه الجين عشان لما يعطوه يحقنوه في جسم الانسان ما يصيرش عندنا تكاثر مئات وألوف، يعني نلقوه بعد ايام وساعات نلقوه متكاثر. فنزعوا الجين وحطوا مكانه ماده جينيه وراثيه لفيروس كورونا. طبعا الماده هذه بوظيفتها وبدورها مسؤوله تنتج البروتين الخارجي اللي هو السبايكو بروتين، اللي بعدين مع الميكانيزم أو آلية العمل حنعرفوا شن قصة البروتين هذا سبايكو بروتين وشن قصة المادة الجينية. طبعا اللي استخدمه الفيروس اللي مستخدم هنا أدينو فيروس. طبعا نجول اللي بعدها اللي هي درجة التخزين السبوتنيك، درجتها من 2 إلى 8 درجة مئوية، ما يحتاجش لأي استثمار مثلا في البنية التحتية أو مثلا يحتاج إلى درجة تبريد مثلا صعبة، يعني درجة تخزينها كويسة اللي هي من 2 إلى 8 درجة مئوية. How does the Sputnik vaccine work؟ أو بمعنى كيف يشتغل أو الميكانيزم اللي يشتغل بيها اللقاح الروسي. حنشوفوا الرسمة هذه. طبعا أنا حكيت في أول سلايد أو ثاني سلايد إنه هو يستخدم شيء اسمه نواقل الفيروسات، ناقل الأول والناقل الثاني. طبعا كيف كانت فكرة الروسيين، يعني كيف يبوا يشتغل السبوتنيك؟ في عندنا نعتبره كأنه في عندنا أداة نقل، تمام، يبوا ياخذوا الناقله يحطوا عليها الفيروس يشيلوه لداخل جسم الانسان، فبالتالي الناقله هذه حتحط الماده داخل الخلايا الجسم اللي هي الماده الجينيه الوراثيه لفيروس كورونا. شنو اللي حيصير؟ طبيعه الخلايا حتنتج بروتين شوكي وحيتعرف عليه الجسم وحينتج لي اجسام مضاده ضد الفيروس كورونا، تمام. بطبيعه هنا عندنا الناقل الاول وهنا الناقل الثاني. بطبيعه الاجسام المضاده طبعا في الناقل الاول حتكون، في الناقل الثاني نلاحظوا الانتي بودي او الاجسام المضاده اكثر من الناقل الاول وحنعرف السبب. الاجسام المضاده تقعد طبعا لمده شهور، حتى لا سمح الله اصبت بفيروس كورونا حيكون الجسم مهيئ وعنده اجسام مضاده تواجه الفيروس هذا. طبعا جو لما نقطه الاختلاف هنا اللي حكيت عليها اللي تميز عن باقي اللقاحات اللي هي اللقاح الثاني او الجرعه الثانيه اسفل الناقل الثاني، ان هم شنو استخدموا في الناقل الاول ادينو فيروس 26، اما الناقل الثاني كان ادينو فيروس 5. هم لقوا ان لو حيمشوا يعطوا الجرعه الثانيه بنفس الناقل اللي نقلوا به في الجرعه الاولى، الجسم حيقعد وكانه انا امامي بوابه وفي سكيورتي، هو تعرف على الناقل الاول، فالاجسام المضاده شن حيدير؟ حيهاجمن ويحاربن، حتخش الجرعه الثانيه ولكن مش بفعاليه عاليه، حيكون في جزء متكسر عندي. فمشو كيف ما نقولوا غيروا في اللون او في الرقم الناقل الثاني بكأنها خدعة للجسم، عشان لما أنا ناخذ الجرعة الثانية من السبوتنيك أو اللقاح الروسي شن اللي حيصير عندي؟ حتخش بفعالية أكبر. والشيء هذا هو اللي أثبت فعالية سبوتنيك أن هي أعلى من باقي اللقاحات.
لو بنحكوا على شنو الشيء اللي هو ديفرنت يفرق اللقاح الروسي عن بقية اللقاحات، شوية قريب من اللي أنا شرحته في آلية العمل، إنه هو طبعاً إحنا في عندنا عدة، في منا فايزر ومودرن مثلاً يستخدم في الحمض الريبوزي لإنتاج الأجسام، تحفيز الجسم لإنتاج الأنتيبادي أو الأجسام المضادة، بينما مثلاً السينوفارم وسينوفارك هذين يستخدمن في نسخة ميتة غير ضارة من فيروس كورونا. نجي للجونسون أند جونسون، الأسترازينيكا، الأكسفورد، وكذلك السبوتنيك، يعتبر نفس آلية العمل اللي هنا في شنو يستخدمن؟ يستخدمن في النواقل الفيروسات، وكذلك يستخدمن في فيروسات معرفة أو يتعرف عليها جهازنا المناعي يعني بسهولة. فهنا كاد الفرق بيناتها، هو هذا نفس الكلام اللي أنا شرحته في بعدها كيف ما قلت لكم إنه هو الأسترازينيكا وجونسون أند جونسون سبوتنيك نفس آلية العمل. طبعا حنحكوا توا نتقول للنقطه الاخرى اللي هي البروس اند كونز للسبوتنيك، او اللي هن الايجابيات والسلبيات. لو بنحكوا شن هن الايجابيات للقاح الروسي، اول شيء انه هو استخدم وثبت فعاليته كيف ما قلنا، استخدم كان يعني الفيروسات الغدنيه، او انه هو استعمل قصه نواقل الفيروسات. الشيء الثاني ان طريقه تخزينه كيف ما ذكرنا مش صعبه، يعني مش محتاجه لاستثمار وتبريد، سلسله تبريد مثلا كبيره من 2 الى 8 كيف ما نحن ذكرنا. حننطلق بعد النقطة اللي بعدها واللي هي الكونز، السلايد اللي بعدها اللي هي الكونز طبعا اللقاح الروسي. السلبيات شن كانن؟ السلبيات كانن أكثر شيء إن جت منظمة الصحة العالمية WHO قالت بما أن الجونسون أند جونسون والأسترازينيكا صار طلعن منها المضاعفات اللي هن تجلطات نادرة، وأنتم قلتوا إن هي راهي نفس الميكانيزم، نفس آلية العمل يخدم معها السبوتنيك، بكيف السبوتنيك ما سجلش أي حالة؟ فحاولوا إن هم يديروا دراسات صغيرة أثبتت إن هي لعنتها ما رصدوش أي تجلطات نادرة أو أي مضاعفات للسبوتنيك. الشيء الثاني كان هو الشك بس في قصة الفاعلية أو في قصة المصانع اللي هم صنعوها، ولكن قاموا بزيارتها ولقوا أن خطوط التشغيل كلها سليمة. لو نجي بنحكي على السايد افكت او الكومبليكيشن يعني للتطعيمه الروسيه، او يعني بالمجمل حتلقوا ان جميع الانواع اللقاحات مشيت بنفس السايد افكت او بنفس التاثيرات الجانبيه. اللي هنا شن بيكون؟ اللي هنا ممكن ارتفاع بسيط في درجه الحراره، مثلا نحس ان الم في الجسم او في العضلات، حنلقى ان في زي الابراد يصير مع الحراره، حنلقى مثلا سيلان في الانف وكحه، حيصير عندي طبعا وهذا شيء طبيعي ألم أو احمرار مكان ضربة الإبرة، شعور بالتعب، صداع، والشيء الأخير اللي هو مثلا abnormal physical weakness اللي هو ضعف غير معتاد يعني، ولكن هذا ياخذ من يوم إلى يومين وخلاص بعدها. طبعا هنا الشخصين هذي ما كانت vaccinated يعني مش مسموح لهم انهم يتطعموا، فلنفرض ان لان الهنا البنت اقل من 18 سنة وهذا مثلا لمرض معين اجزم انه هو ما يقدرش يتطعم. Community vaccination protect the whole community even those who can't vaccinate. بمجرد انك انت طعمت وطعم المجتمع اللي حواليا وانا مثلا مصابة وممنوع علي ان الطعم، انت حميت نفسك وبرضو حميتني حتى انا. نجي للكوندرا انديكيشن يعني للناس اللي مش ما نقدرش نقول ان هنا ممنوع عليهم، لكن يتجنبوا التطعيمه وحذروا منها ان هم يطعموا، وبرضو شويه احتياطات للناس اللي تعاني من امراض معينه لازم يشيلوا تقرير طبي للجنه اللي هم ماشيين بيطعموا عندها. لو نجو لشن هنا الكونترا انديكيشن، طبعا هي patient not allowed to take sputnik vaccine يعني ناس ما تقدرش تاخذ اللقاح الروسي وغيره برضو من اللقاحات. اول شيء الناس اللي هم هايبر سنسيتيفيتي يعني الناس اللي حيكون عندها حساسيه لوحده من مكونات اللقاح هذا. ثاني شيء المراه البريجننت الحامل او بريست فيدنج اللي ترضع، وكذلك لازم انا لما تجيني مدام ومتزوجه لازم نسالها لو هي مش حامل او ترضع لو في خطه ان هي تبي تحمل. ليش؟ لان ممنوع ان هم ياخذوها، والافضل قالوا ان يعني نرجو ان البيريد او الدوره الشهريه تجي باش انا نقدر نعطي التطعيمه. الكونتر انديكيشن للشيء الثالث اللي هو الاشخاص اللي هم اقل من 18 سنه طبعا ما يطعموش. حنجي هنا للتحذيرات اللي هي الـ patient to provide medical report takes sputnik vaccine.
لازم أنا بن عندي نطعم، ولكن لازم يكون الدكتور متاعي كتب لي تقرير نشيله أنا اللجنة اللي بنطعم عندها، لأن لازم يكونوا أورينتد وعلى دراية بالشيء هذا. الناس اللي تعاني من إبليبسي الصارعة، أو الناس مثلا اللي دائما عندهم سفير ألرجيك مثلا، يعني حساسية زايدة، مرات توقع أنك أنت تعطيه التطعيم ويكون مثلا اللي أعطاه التطعيم ما عندهش علم، توقع يصير عندي سولوينج انتفاخ في الفم أو في الرقبة، نتوقعوا أن مثلا الجلد يقعد أزرق أو مثلا الفم يقعد أزرق، وحتى كذلك أنه ممكن يصير عندهم صعوبة في التنفس. الشيء الثالث اللي هو الكيدني ديزيز، أو الناس اللي قاعدة مثلا تدير في غسيل كلى. الشيء الرابع المالجنت أو السرطانات، وبالذات لما يكون أكتف كانسر وقاعد تحت الكيموثيرابي، لا هنا لازم يكون في عندنا بروسيجر معينة وفي عندنا بروتوكول معين يكون به ينصح به الدكتور ونعطوا به علم للجنة. طبعا شن عدد المدن اللي هي تلقت او استقبلت اعتمدت اللقاح؟ كيف ما قلنا هن 70 مدينة، يعني ما يقارب 4 مليار عدد سكانهن، منها الارجنتين، امريكا الجنوبية، كوريا الجنوبية، تركيا، الهند، ومنهم نحن طبعا ليبيا. في النهاية why should I get vaccinated؟ نحن قاعدين اليوم في 2021 مقارب نهاية السنة، ولازال للأسف في أشخاص يسألوا في أنفسهم الأسئلة هذين، أو حتى لما نجون حكولوا منها هل أنت طعمت أو لا، يقول لك أنا ليش نبي نطعم إذا كان هو تطعيم مش مثلا مش حتمنع لي 100%. أكيد ما فيش حاجة في الدنيا حتمنع إصابتك بالكوفيد 100% لو أنت ما التزمتش بالماسك وبالكحول وبكل الإجراءات اللي بلغوا بهن المكافحة العدوى وكل الأطباء وكل الناس نوهت عليها. أنا هنا مش حنجاوبكم بشكل شخصي، حنترككم مع فيديو حاولت أني نلم مجموعة أراء من مجموعة دكاترة وإعلاميين، لضيق الوقت كانوا مجموعة بسيطة، حتسمعوا رأيهم في التطعيمة وحتسمعوا كلمتهم الموجهة لكم. السلام عليكم ورحمة الله، أنا اسمي معتز الكسيري، طبيب باطنة بقسم العزل ومعيد بجامعة بنغازي. أنا أخذت الجرعتين من لقاح كورونا، ننصح الجميع بأنهم يأخذوا الجرعتين أو يتوكلوا على الله، ممكن ما تمنعش الإصابة مرة ثانية، يعني ممكن حد خذ جرعتين ويقول لك أصيبت وكذا ما فيش فايدة، لا هو ما يمنعش 100% الإصابة، ولكن الإصابة تكون بسيطة ويقلل من المضاعفات ودخول عنايات وكذلك تقليل عدد الوفيات. ما فيش لقاح ممكن يسبب لك الإصابة، هذا معتقد خاطئ، فياريت الجميع يكون قد المسؤولية، هذا متوفر حاليا، وكذلك لا غنى عن كمامة حتى لو أنت واخذ الجرعتين بالذات في الأماكن المزدحمة. نتوكل على الله ونسأل الله أن يرفع البلاء ويشفي المرضى ويرحم من توفاه الله من هذا الوباء. السلام عليكم، معك مقدمة البرامج ندى بن دردة. في اليوم حابة نشارككم تجربتي بعد أخذ لقاح كورونا، خصوصا أن في ناس ما زالت مترددة وخايفة أن هي تمشي تطعم. الموضوع كان بسيط جدا، ممكن في أول يوم حسيت بحرارة أو حسيت ببرد خفيف، لكن ثاني يوم الحمد لله كان الموضوع طبيعي جدا، ما حسيتش بألم مكان الحقنة ولا حسيت بصداع، رغم أن في ناس يقولك أن لا حسيت بألم حسيت بصداع، الحرارة جتني قوية، لكن يقولوا أن الموضوع يختلف من مناعة شخص آخر. فلذلك اللي مازال متردد ومازال خايف ياريت يمشي يطعم لسلامة نفسه وأهله والمجتمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا دكتورة أميرة أحمد زيدان، طبيبة أنف والحنجرة. حبيت نشارك في مبادرة تشجيع عامة الناس لأخذ التطعيم ضد الكورونا أو كوفيد-19. تطعيم هذه مهمة جدا وآمنة، ولا صحة الأخبار اللي هي شائعة واصلة لمرحلة هي لا متخذهاش، لأن هي توصلك لتخثر الدم أو تجلط أو الأخري، هذه الأخبار غير صحيحة. بالعكس التطعيم هذه مهمة جدا في شيء من المهمات، هي أول شيء تحميك أنت بنفسك وتحسش مراحل أو مضاعفات خطيرة هي زي الفشل الرئوي. والنقطة الثانية تقلل من عدوى الإصابة، الأولى اللي هو أهل الأقارب الجيران الأقارب الحولين، وأنا من ضمن الناس اللي أخذت التطعيمة هذه، وبالعكس ما فيش أي شيء صار لي وتحميني قدر الله أو يصير إصابة أو حيصة حيقلل من المضاعفات. وكل أهلي وأقاربي أخذوا، أتمنى حتى أنت مازال يفكر أو مازال متردد أخذ عينة صحيحة. حفظ الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معك محمد بوحميدة، إعلامي ومقدم برامج. ننصح كل الناس إن هم يمشوا ياخدوا تطعيمة واللقاح، ما فيش أي مشكلة، هذا واجب وطني وواجب مجتمعي عشان نحمو أنفسنا من فيروس كورونا.
أكيد لازم يكون في وعي. أنا على الصعيد الشخصي بصراحة ترددت شوية، مش لعدم قناعتي باللقاح أو بالتطعيمة، ولكن يعني بنشوف الحاجة المناسبة وعلى حسب الدراسات وعلى حسب النصائح، وإن ما تكونش فيها مثلا مضاعفات. الحمد لله خليت تطعيمة وما صار ليش شيء إلا ممكن برد خفيف يوم أو يومين، وبعدها كل أمور تمام على ما يرام. وننصح كل الناس إن هم ياخذوا تطعيمة، والحمد لله على كل حال، وربي يحفظنا جميعا إن شاء الله. دكتورة سحر الخراز، أخصائية أمراض باطنة وكلى، الفترة اللي فاتت تعرضت لعدوى مباشرة فشعرت بالخوف والرعب، لذلك سعيت للحصول على تطعيمة، والحمد لله طعمت الجرعة الأولى والثانية من سبوتنيك، وتو لي شهر ونصف وقتها، والحمد لله بدون أي مضاعفات. وأنا ننصح الجميع إن هم يسعوا لأخذ التطعيمة للحد من انتشار. أولا حاب نشكر اللجنة المشرفة على حمل التطعيم ضد فيروس كورونا، وإدارة الخدمات الطبية بنغازي على الجهد المبذول وحسن التنظيم ورحاب الصدر في تنظيم هذه الحملة. أيضا أنا حاب نوجه إلى جميع المواطنين وجميع أولياء الأمور والناس كلها بالتسارع في تطعيم القضاء على هذا الفيروس، لأن الوقاية خير من العلاج. ربنا يحفظكم ويحفظ الجميع ويحفظ ليبيا وبنغازي. في الختام نتمنى أننا نكون أفدتكم وقدمت المعلومات بطريقة نوعا ما سلسة، حفظكم الله ورعاكم. هذا this my reference اللي أنا خديت منهن. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم، أنا الطالبة فاطمة جلال، سنة خامسة طب بشري. اليوم جاي نحكي على فاكسين فايزر. اليوم نحكي على كيفية العمل بتاعه، وهل هو فعال أم لا، ومن الناس اللي تقدر تاخده ومن لا، هل هو آمن أو لا، هل تم موافقة عليه من قبل الدول أم لا، وهل لا أعراض جانبية أم لا. فايزر فاكسين أو فايزر بايونتك، فايزر فاكسين هو عبارة عن يصنع مثل الحمض النووي الريبوزي المرسل كما يعرف بالإنجليزي، إنه هو مسجر RNA based vaccine. تمام، اليوم حنحكو على كيفية العمل بتاعه. فكيفية العمل بتاعه أن المسجر RNA هو عبارة عن جزيئات متكون من النيوكليوتيد المتصل مع بعضه بطريقة معينة، يحتوي على معلومات مشفرة للخلية. تمام، المسجر RNA هذا بتاع التطعيم هو مجرد دخوله للخلية، يتم تصنيع الأنتيجين، والأنتيجين هذا عبارة عن أجسام مضادة. الأنتيجين بحيث أنه هو يدخل للخلية فيكون ضد أنتيبادي أو كما يعرف الأجسام مضادة، ويتم مهاجمة الأنتيجين. هنا بنحكي على كيفية هل هو فعال أم لا. تمام، كما استند على التجارب السابقة أن الناس اللي أعمارهم فوق من 16 سنة أو 16 سنة يمنع أن هو يصاب بالمرض، يمنع أنه يصاب بالمرض بحيث أنه يكون واخذ جرعتين، وبحيث أنه هو يكون من ليش إصابة سابقة، فهو بنسبة 95% مش حيتعرض. في الناس اللي أعمارهم من 12 إلى 15 سنة حتى هن يقول أنه هو فعال ويمنع إصابته بالمرض، وبرضو آمن للناس اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكري و الضغط. هنا بنحكو على الآثار الجانبية اللي ممكن حدوثها. الآثار الجانبية في حيث أنك أنت خذيت الجرعة صارت معك من بين اليوم أو اليومين، فهذه عبارة عن أعراض طبيعية، وهنا نحن نشوفه أن معناه الجسم بدأ يتفاعل مع يطلع مناعة ضد الفيروس. تمام، نحكو هنا على الأعراض الجانبية اللي حتكون بس في مكان الحقنة، فهي مثل الإحمرار والتورم والألم. تمام، أما بباقي الجسم فهو شنو، مثلا الصداع والألم في الجسم والحرارة والرعشة والشعور بالغثيان. تمام، حنحكو هنا على من الناس اللي تقدر تاخذها. كيف ما ذكرنا سابقا تقدر تاخذها من الناس اللي فوق اعمارهم من فوق ال 12 سنة. تمام، حاجة واحدة اخرى ان نقدر نعطوها للناس اللي عندهم امراض مزمنة مثل كيف ما ذكرنا سابقا السكري والضغط واي مشكلة في الرئة واي مشكلة في القلب والكلى. تمام، من الناس اللي ما تقدرش تاخذ الفاكسين؟ الناس اللي ما تقدرش تاخذ الفاكسين هم الناس اللي عندهم حساسيه ضد مكونات او محتويات الفاكسين او التطعيم. من هم شن هي الماده اللي يكون عندها؟ هي عباره عن بولي ايثينيل جليكول. تمام، برضو الناس اللي عندها حساسيه شديده فوريه اللي هي تكون من ضمن انك انت او مخذيت الجرعه ضمن الاربع ساعات يطلع على الجسم الانسان طفح جلدي او حكه او احمرار.
تمام، هل هو آمن أو لا؟ فمنظمة الصحة العالمية أكدت أنه هو بعد عدة تجارب أكدت أنه هو آمن وفعال وجودته عالية. تمام، هل تم قبوله من قبل الدول؟ تم، نعم تم قبوله، وحوالي 97 دولة قبلت أن هي قبلت على التطعيم. شكرا لحسن الاستماع. السلام عليكم، اسمي ضحى خالد المصراتي، طالبة في السنة الخامسة طب بشري. حنحكي على برنامج التطعيم في ليبيا. قبل ما نبدأ حابة نشكر الأستاذ ناصر الكديكي مدير إدارة الخدمات الصحية، وأستاذ رمضان الفيتوري المدير التنفيذي لحملة التطعيم ضد كوفيد-19، وأستاذ محمد الجروشي مدير العلاقات العامة. أثناء إعدادنا للتقرير هذا تمت مقابلة الأستاذ ناصر الكديكي، وحكينا على برنامج التطعيم ضد الكورونا، وحكينا على التطعيمات اللي جابوهن والصعوبات اللي واجهتهم أثناء استجلاب التطعيمات. وقابلنا كذلك أستاذ رمضان الفيتوري وأستاذ محمد الجروشي في المدينة الرياضية، وحكونا على مراحل التطعيم غادي. عرضنا عليهم بعض الأسئلة وأعطونا الإجابات اللي توه حنحكي عليها. أول حاجة سألناهم على الوضع الوبائي في بنغازي. الوضع عامة مستقر بالنسبة لعدد الحالات، ما فيش إحصائية دقيقة بعدد الحالات بالضبط، لأن في مرضى جاتهم الكورونا لكن لم يتم تسجيلها أو أخذ مسوحات منهم، بس على حسب الكلام الموجود في المركز الوطني لمكافحة الأمراض العدد الإجمالي 341,091 حالة. شنو البرنامج الوطني لتطعيم الكوفيد وما هي التوصيات؟ أول ما جابوا التطعيمات البنغازي بدوا في المنظومة اللي كان التسجيل فيها عن طريق كتابة الاسم والعمر واختيار أقرب عيادة مجمعة لهم. الأولوية كانت للفئة العمرية الأكبر سناً والأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، كانت توصلهم رسالة عشان تبلغهم بموعد التطعيم باش يمشوا يطعموا. التطعيمات كانت توصل أول حاجة لمركز الخدمات الصحية، وبعدها يوزعوهن على حسب الأشخاص اللي سجلوا في العيادات. يعني مثلاً 100 شخص سجل في عيادة الليثي و150 سجلوا في عيادة الفويهات، حيدزوا 100 تطعيم لعيادة الليثي و150 تطعيم لعيادة الفويهات. شنو التطعيمات اللي جابوهن؟ جابوا 5 تطعيمات، جابوا السبوتنيك اللي هو الروسي، الأسترازينيكا اللي هو الإنجليزي، الفايزر الأمريكي، والتطعيمات الصينية السينوفارم والسينوفاك. قعدوا يعطوا أول حاجة في تطعيم السبوتنيك لعمة كمال، وبعدين عطوه الأسترازينيكا لعمة كمال. ليش داروا الطريقة هذه؟ كانت من خوفهم على انتهاء صلاحية التطعيم أو فساده. هل كان في صعوبة في تجهيز الحلقة الباردة للتطعيمات؟ أول حاجة شنو هي الحلقة الباردة؟ هي طريقة أو نظام نقل وتخزين التطعيمات من المصنع إلى المراكز الصحية، طبعا مع المحافظة على درجة الحرارة المطلوبة للتطعيمات. الصعوبات اللي واجهتهم كانت في تطعيمين، تطعيم الفايزر الأمريكي واجهتهم فيه صعوبة لأنه كان يحتاج درجة حرارة ناقص 70 درجة مئوية، وهذه مش متوفرة هنا. التطعيم الثاني اللي هو السبوتنيك واجهتهم فيه صعوبة في البداية لأنه يحتاج درجة حرارة ناقص 18 درجة مئوية، لكن بعدها وفروا الحلقة الباردة لها ووفروا درجة الحرارة المناسبة للتطعيم هذا. باقي الصعوبات كانت لوجستية اللي هو عدد العمال وعدد السيارات الناقلة. كم مركز صحي في بنغازي تم اختياره لإعطاء اللقاح؟ اختاروا 14 مركز صحي من أصل 32. ليش اختاروا 14 بس؟ عشان ما يبوش يوقفوا على تطعيمات الأطفال، فخلوا ال 14 هذين يطعموا تطعيم الكورونا بس، والباقي خلوه لتطعيمات الأطفال. وبعدها قررت وزارة الصحة أنها توسع الشغل والجهود، واختارت أنها تستعمل المدينة الرياضية كمركز جديد لتطعيم الكورونا. بالإضافة إلى كان هناك فرق تمشي للسجون وتمشي للناس المسنين عشان الحواشينهم عشان مش قادرين أنهم يمشوا يطعموا. هل كان في إقبال من المواطنين على أخذ التطعيمات؟ كان في إقبال، لكن أكثر أو أغلب الناس اللي كانوا يجوا يطعموا كان عشان عندهم أسباب مرضية أو عشان أسباب السفر.
هل العناصر الطبية والطبية المساعدة تم تحصينهم جميعا أو بالأحرى هل يوجد إقبال منهم على اللقاح؟ المركز الوطني لمكافحة الأمراض أوصوا أنهم يطعموا تطعيم سبوتنيك للطاقم الطبي، فكانوا يمشونهم أول حاجة مشوا طعموا الطاقم الطبي في مراكز العزل، بعدين انتقلوا للمستشفيات العامة الكبيرة، بعدها العيادات المجمعة أعطوا الجرعة الأولى وبعدها الجرعة الثانية. شو الصعوبات اللي واجهتهم في المنظومة واستقبال المواطنين؟ معظم الناس ما كانش عندهم الرغبة أنهم يخشوا على الإنترنت ويسجلوا، بس ميزة المنظومة كانت أنها كانت منظمة وكانت ما تسببش زحمة عند العيادات. بس هي في البداية داروا المنظومة لأن كان عدد التطعيمات اللي يوصل لهم قليل جدا، فداروا المنظومة هذه عشان يختاروا الناس اللي أكبر سنا ويعطوهم التطعيم، وبعدين لما يجي العدد كبير من التطعيمات يوقفوا المنظومة، وهذه اللي داروها يعني. نحكي شوية عن المدينة الرياضية. فتحوها في شهر 8 وكانت على مستوى المنطقة الشرقية. حاليا تم توفير تطعيم السينوفارم الجرعة الأولى وتو الجرعة الثانية. أعمار الأشخاص اللي تم تطعيمهم كانت 18 سنة فما فوق. ما سجلوش أي حالات مضاعفات من التطعيم. المضاعفات اللي جت اللي هي حالة إغماء من خوف من الدم أو خوف من الإبرة، والمركز كان موفر غرف طوارئ فيه سرير طبي وأكسجين احتياطي، وكانت متوفرة فيه كافتيريا وغرف استراحة للأطباء والممرضين لأن أغلبيتهم كانوا يشتغلوا غادي من الساعة 9 الصبح لين 6 العشية، فكده يحتاجوا مكان يتريحوا فيه. متوسط العدد الأشخاص اللي تم حضورهم يوميا للتطعيم يتعدى 1000 شخص. نجي نحكي على مراحل التطعيم. المرحلة الأولى يتم قياس درجة حرارة الشخص قبل ما يخش للمركز، يقيسوا له الحرارة، لو لقوا الحرارة مرتفعة حيوجهوه لغرفة خارجية باش يديروا له المسحة بتاع الكورونا، لو طلعت موجبة حيتم إرسال الشخص للمنزل عشان يدير الحجر الصحي، ولو طلعت سالبة حيكمل للمرحلة الثانية اللي هي حيتم فيها استقبال الشخص عن طريق دكتور أو دكتورة، أو يستفسروا منه على حالته الصحية ولو عنده أي أمراض مزمنة زي مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم. بعدها حيستقبلوا الكشافة ويعطوه رقم خاص ويخلوه يراجي عشان لما ينادوا على الرقم بتاعه. المرحلة الرابعة، لما ينادوا على الرقم بتاعه حيتوجه إلى مكاتب المنظومة، في 7 مكاتب في قسم الرجال و7 مكاتب في قسم النساء. حيسلم لهم الرقم الخاص والرقم الوطني وجواز السفر عشان يدخلوا للمنظومة، وحيعطوه الورقة بتاع التطعيم. المرحلة الخامسة، بعد ما ياخذ الورقة بتاع التطعيم حيخش على حجر التطعيم، في 10 في قسم الرجال و10 في قسم النساء، حيطعم وبعد ما يطعموه حيخدموه على الورقة بتاع التطعيم، وهذه آخر مرحلة. كم عدد المواطنين اللي تم تحصينهم؟ إجمالي اللي تم تطعيمهم في مدينة بنغازي خلال فترة من 20/4 إلى 27/4 من 2021 إلى 27/9 من سنة 2021 طعموا 106,745 كجرعة أولى، والجرعة الثانية 9,135. هل تم تسجيل حالات بمضاعفات خطيرة بعد التطعيم؟ ما سجلوش حالات خطيرة، ما كانش في مضاعفات بعد التطعيم، لكن المضاعفات زي ما قلنا اللي هي حالات الإغماء من الخوف بس. هل تم تطعيم الحوامل في البرنامج؟ لا، لم يتم تطعيم الحوامل في البرنامج. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم. السلام عليكم دكتورة أمينة الصيد، استشاري طب مجتمع. اليوم حنحكوا على سيرفي أو بحث نحن درناه على تطعيم كوفيد 19 أو تطعيم الكورونا أو لقاح الكورونا. الاسم بتاع الاتيتيود towards يعني ناحيه سلوك الليبيين اللي هم في المراكز الصحيه في بنغازي على بالنسبه للقاح اللي هو الكورونا. اول حاجه اللي هي انه لو بنحكوا ان التطعيم هذا دائما نستخدمه فيه كوقايه من الامراض اللي هي المعديه،
وفي نقص حالات الوفيات وحالات الحرجة وحالات المضاعفات اللي يتمن عن أو يتسببهن مرض الكورونا. المنظمة الصحة العالمية حددت نوعية التردد في أخذ اللقاح هذاهي أنه هو قالت عليه أنه هو في 2015 أنه هو التأخر في قبول التطعيم هذا أو الرفض التطعيم حتى في وجود الخدمات أو وجود توفر التطعيم. قالوا ليش هي ممكن التأخر هذا أو عدم القبول؟ إن ممكن الأشخاص هذوما خايفين من المضاعفات أو عدم ثقتهم في التطعيم. الحاجة الثانية إنهم هم ما عطوش القوة في المرض هذا شنو يسبب في المجتمع من مشاكل، وفي نفس الوقت إن هو مرات بعض الأحيان أو بعض الدول ما توفرش التطعيم، فاعتبرتها المنظمة الصحة العالمية يعتبر تهديد للصحة في العالم. الهدف من البحث هذاهي هو أننا بنعرفوا هل السلوك الليبيين هذوما اللي موجودين في المراكز الصحية هذاهي من ناحية التطعيم. كانت الطريقة اللي هي مسح عام وصفي عن طريق المقابلة الشخصية مع اللي هو الشخص اللي هو تلقى أو عدم ما تلقاش التطعيم. جمعنا الداتا أو المعلومات في خلال شهر من 1 لعند 31 أغسطس. كملنا الشهر هذا ب 916 شخص شاركوا في البحث هذا. النتيجة والمناقشة أن لقينا أن الأعمار أو المجموعة العمرية اللي هم أغلبيتهم شاركوا في البحث هذاهي عمرهم من 27 إلى 37 عمرهم، زيادة أخرى 38 إلى 48، يعني بالمجمل تقريبا من 27 لعند 59 هذوما كان أعمار اللي هم المشاركين في البحث، وكان 54% منهم اللي هم النساء و 46 منهم كانوا رجال. وكانوا الحالة الاجتماعية أكثر حاجة اللي هي 66.8% كانوا متجوزين، والله اللي هم عزاب كانوا 27%. الأشخاص اللي كانوا مشاركين في البحث أغلبيتهم كانوا عندهم الشهادة الجامعية أو كانوا عندهم اللي هم على الأقل واخدين الشهادة الثانوية. لما نجوا للوظائف متاعهم كانت أكثر شريحة اللي هم الموظفين، هم جملة الموظفين كلهم في كلمة واحدة اللي هم موظفين، ممكن يكونوا محامين، ممكن مهندسين، ممكن موظفين مهم خرجين جامعة. والله الدكاترة كانوا حوالي 11% من الشريحة هذاي، وبعدها اللي هم ربات البيوت 10%. اللي بنوصلوا له بنشوفوا هل السلوك أو الاتيتيود متاع الناس هذوما بالنسبة للتطعيم، لقينا أن على الأقل نقولوا أن 52% منهم عندهم كانوا يعتبروا أن التطعيم هذا جيد للصحة وجيد لصحة المجتمع. ونزيدوا عليها أنه في بعض الناس أو بعض المشاركين قالوا أنه هو مهم التطعيم لصحة المجتمع. وكان الأسباب أن اللي هم الناس اللي ما طعموش كانوا أغلبيتهم اللي هم 26.5% أنهم هم كانوا خايفين من مضاعفات متاع التطعيم، وبعدها ان هم كانوا ما كانوش تحصلوش على التطعيم، جت فتره ان هم ما كانش في متوفر التطعيم، فهذه السبب فقط. لو نجوا للاختلافات ليش من اللي طعم اكثر، حنلقوا شريحه اللي هي الصغار هم اللي طعموا اكثر من الشريحه العمريه الكبيره، وان الدكاتره والموظفين
هم اللي كانوا مطعمين أكثر من نوعية الشرائح الأخرى في الوظائف الثانية، ممكن لأنهم دكاترة طبعاً، وفي نفس الوقت يعني عندهم فكرة عامة أكثر عن التطعيم أكثر من الناس العادية. والإمبلوي أو اللي هم الموظفين ممكن لأن شهادتهم الجامعية تأهلهم إن هم يدرسوا أكثر ويبحثوا على التطعيم وما يكون عندهم معلومات جيدة عليه. وما كانش في اختلافات بين الرجل والمرأة بالنسبة للأخذ للتطعيم، كلهم كيف بعضهم، ولا كان حتى لها علاقة بال المستوى التعليمي في أخذ التطعيمات. الاختلافات اللي في العمر اللي هو راية، نحن لما حكينا خدا تطعيم ولا ما خدش، لكن نحن تونا بنحكو على راية من ناحية التطعيم، هل هو جيد للصحة هل هو سيء للصحة، هل مهم إن نحن نطعمه ولا لا. فكان أغلبية اللي هم عندهم جود أو إيجابي للتطعيم إنه هو يكون جيد للمجتمع كانت شريحة من 27 إلى 48 عمرهم، وكانوا المتجوزين أكثر عندهم إيجابية للتطعيم من غير المتجوزين، والدكاترة كما قلنا والموظفين كان حتى هم عندهم إيجابية أحسن للتطعيم. هذين حاجات إحصائية يعني اللي نحكوا عليهم، وإنما ما كانش في فرق بينهم في الرجل والمرأة ولا لها علاقة بالحالة اللي هي المؤهل العلمي. الخلاصة شنو من هالبحث اللي احنا درناه؟ الخلاصة إنه كان في عامة في إيجابي من إيجابية يعني من ناحية أخذ التطعيم، ورأي المشاركين هذوما في البحث لناحية التطعيم، وإن الأهم أسباب إن ما يطعمش المشارك اللي هو في البحث إنه كان عدم المعرفة بالتطعيم، وإن السبب هذا الأساسي إنه هو مش عارف التطعيم ومش عارف الفاعلية متاع التطعيم بالنسبة له هو. شنو التوصيات؟ التوصيات إن نحن المفروض نزيدوا الوعي في المجتمع على التطعيم هذا، باش نزيدوا ثقة المواطنين بالنسبة للتطعيم هذاهي، وبالتالي لما نحن نزيدوا الوعي للمجتمع للتطعيم حنساعده في أن نحن نحموه من هذا المرض. وزيادة أخرى المفروض في زيادة في الأبحاث باش نعرفوا السلوك المجتمع أو الناس اللي هم في المجتمع بالنسبة للتطعيم، باش على الأقل نزيدوا المناعة المجتمعية في المجتمع. هذين هن الريفرنس أو المراجع، وشكرا. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة، على أمل أن نلتقي في السنة القادمة في يوم علمي جديد لكلية الطب البشري في الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، وكل عام وأنتم بخير.